Donc, bonsoir Nessel Kol, مرحبا بكم في فورماسيون إكسل 2016 تابعة الموس، السيرتيفيكاسيون موس. مرحبا بالزملاء الكل، إن شاء الله هتكون الحصة هذه مفيدة لكم. باش نخدمو سات بروجي دي تيست بلان على المايكروسوفت إكسل 2016. وقبل ما نبداو في لي بروجي هذوما، باش نشوفو كيفاش باش نعمرو الفورمز تاع ريزيرفاسيون دان اكزامان موس على اليان سمارت فيوتشر، وكيف كيف المختلف الدوكيومونتاسيون اللي موجوده ديسپونيبل بور فو باش تراجعوا وباش تزيدوا تقراوا معناتها على السيرتيفيكاسيون هذيا. به دونك انا نقدم روحي سريعا، انا جو سوي مدام فاطمه بوعزيز، انسيونت انفورماتيك او كوليج علي نوري دو سفاكس. Je suis MIE expert depuis 4 ans, MIE trainer, master trainer, MIE fellow. عندي الموس 2013 تاع الوورد والإكسل والباوربوينت، وإن شاء الله زيدا باش نعدي معاكم الموس 2016. نمشي ديريكتومون للجروب متاعنا اللي هو الجروب فيسبوك اللي عملناه أنا وزملائي زميلاتي سماح عبدالليوي ونورة ترابلسي موس تونيزيان تيتشر. هذا عملنا الجروب هذا باش نتواصلوا مع بعضنا، للي خذا شهادته يبارتاجيها، اللي عنده دوكيومونتاسيون تنفعنا يحطها، اللي أي حاجة باش نستفادوا مع بعضنا في السيرتيفيكاسيون موس، يعني هو ديدي بور سيت سيرتيفيكاسيون. به انا هوني دونك بارتاجيت ان ستاتو قبل معناتها لو 29 ماي، فيه مختلف لي كور نتاع ولي زيكزيرسيس نتاع الوورد 2016، الاكسل 2016 والباوربوينت 2016. انا مش نمشي للاكسل بما انه احنا اليوم مش نقراو الاكسل، دونك شنو مش تلقاو هوني؟ مش تلقاو دوكيومون بي دي اف ودي زيكزيرسيس. دونك نحل انا البي دي اف هذايا باش تلقاو 300 صفحه، مي هو الكور هذايا اللي ترو ديتاي صحيح الصعيب توا في وقت يعني بريسي انك تقراه الكل، مي تجم انت تتصفحو وتجم انت تاخذ يعني فكره عامه على الاكسل 2016. دونك كيما تشوفوا هنا اللي ترو ديتاي يعني فهمت، وفي كل هو الحلو اللي فيه هنا ياسر المنهجية متاعو عجبتني. دونك كيما تشوفوا هنا دونك هنا كل لوسون عنده 12 لوسون جو كخوا، وكل لوسون فيها الماتريس هذيا. دونك شنو هو المطلوب منك معناتها في اللوسون هذيا مش تربح كومبيتونس، والوبجيكتيف دو ليكزامان. دونك هنا باش يعطيك الكور كيما تشوفوا هنا، في اخر لوسون باش يعطيك كيو سي ام وباش يعطيك دي زيكزيرسيس دي بروجي. نشوفوا هنا الكيو سي ام، دونك هذايا الكيو سي ام، ويعطيك هنا بروجي، بروجي 1 2 1 1 بروجي 1 2 كيما تشوفوا هنا، وهذوما لي بروجي باش تخدمهم انت. دونك عندك هنا مصاحب للبي دي اف هذايا، اوكي بروجي 1 1 بروجي 1 2 دونك واضحه. ومن بعد يبدا لك دو لوسون 2 شنو المطلوب كيف كيف، ومن بعد ان سي دي سويت يعطيك كيو سي ام ويعطيك دي بروجي افير. هذا يا فريمون اللي يحب معناتها يشوف الاكسل من الاول للاخر فهمت، وحده هكا يتصفح ويشوف ياخذ نظره معناتها عامه على اللوجيسيال هذايا. به انا قبل ما نمشي في الـ هنا عندنا لي زيكزارسيس، عطا نرجع لكم. دونك عندكم دوسيي وينرار هنا زيبي، دونك فيه لي ديفيرون زيكزارسيس ريتو هنا من الان حتى كشي لل 13 13 لوسون. هما في كل لوسون عندكم دي دوسيي تابعين لل بي دي اف هذيك اللي وريته لكم توا. دونك واضحه هذايا تجمو تيليشارجيوه. دونك وي سامحني فاطمه انا ما عنديش بارتاج، اسكو انا برك ما عنديش بارتاج ولا الناس الكل خاطر عندي الاسماء هنا. لا عندنا بارتاج. دونك تنجم تعاود تدخل وتخرج باش تشوف البارتاج. دونك انا باش نحط لكم
الليان تاع الاكسل باش اللي يحب يزيد يتعمق في الاكسل يصب البي دي اف هذاك ويزيد يشوف. دونك هذايا الليان الاولاني. تحب نحط لكم الباوربوينت والوورد نحط لكم كيف ما تحبوا، او ولا ترجعوا للجروب تلقاوها هو ديجا انا بارتاجيتو. دونك عندي بريسك اون سيمين التالي الليان هذايا، شفتوه ولا يا جماعه الليان هذا الستاتيو هذايا اللي فيه لي ديفيرون كور صبيتوهم ولا لا؟ لا شفناهم توك. لا تو شفتوهم به. اوكي عندكم الكورد فور اكسيرسيس مايكروسوفت وورد، فور اكسيرسيس مايكروسوفت اكسل، فور اكسيرسيس مايكروسوفت باوربوينت. كما قلت لكم هذوما معناتها الديتاي على الاخر، فهمت معناتها الكلام في البيت صفحه. انت صحيح توا يا جماعه طفيوا الميكروفونات باش نتكلم انا وما نسمعش بارازيت. ميرسي. به دونك هذايا بالنسبه ليكو. انا توا قبل ما نمشي نحل الفورمز بتاع السمارت فيوتشر باش نمشي للجوجل نكتب اكسل. شنو هو الاكسل؟ انتم تعرفوه الاكسل الناس الكل شنو هو. به انا هنا تحلت لي الباج اوفيسيال نتاع مايكروسوفت اكسل اللي هو تابع لافيس 365. هنا فما زوز تعريفات عجبوني برشا. هنا اش قال لي؟ قال لي اكسل ايدنتيفي لي موديل او سان دو فو دوني افان دو لي زورغانيزي اي دو فو فير غاني دو طون. دونك هو اش يعمل الاكسل؟ يرتب لك المعلومات بتاعك ويربحك في الوقت. Créez facilement vos propres feuilles de calcul ou utilisez les modèles proposés et effectuez des calculs avec des formules modernes. Alors, je te stagne, tu fais des modèles de feuilles de calcul, je te stagne bien, ou la t'achètes même les propres feuilles de calcul en fait. باش انت تنجم تحسب حسابات يعني في اي حاجه تحب عليها ويعطيك هو كل شيء حاضر دي فونكسيون دو فورمول يعني معناتها يربحك برشا وقت. دونك هذايا اون بروميير معناتها ديفينيسيون. هناش قال قالك لي نوفو غرافيك اي دياغرام vous aide à présenter vos données de façon convaincante avec mise en forme graphique, sparkline et tableau pour mieux comprendre vos données, créer aisément des prévisions pour identifier des tendances en un clic. يعني هنا اش قالك؟ قالك انت المعلومات اللي عندك باز دو دوني، عندك مثلا ايكول فيها تلامذة، انت في قسمك tu vas gérer vos élèves، تجم انت تستعمل الاكسل يعني باش وكيفاش مش معناتها تعبر على لي زانفورماسيون هذوكم دون دي تابلو اي دون دي غرافيك. دونك انت كي تمد غرافيك تغزر له باش يبدا مفهوم اكثر مثلا من كتيبه. هذا هو دونك المايكروسوفت اكسل il va organiser les informations les données نتاعك dans des tableaux dans des graphiques. بون هنا كي مش نهبط هوني قال لك كولابوري. دونك هنا يحكي على الاكسل اون لينيا. اكسل اون لينيا تجم انت تعمل كولابوراسيون وبرشا حاجات اخرين في الاكسل اون لينيا. بون انا هذايا حبيت جوست نعطي اون ايدي سي كوا مايكروسوفت اكسل يعني قبل ما نبداو في الاكسل. باه دونك بروميرمون كيسكو جي في عطيتكم لي ليان نتاع لي كور. أنا باش نكمل نعطيكم لي ليان نتاع الوورد والاكسل فرد مره باش يبدا عندكم كل شيء وكل وتحلوا بيان سور وتقراوا. اللي يحب يزيد بطبيعه يزيد يتعمق في الحكايه هذيا ما عليه كان ما يحل ويقرا به. دونك هذيا بالنسبه للاكسل وهذيا الوورد. يبقى الباوربوينت نكمله لكم. هذيا الباوربوينت به يا مدام الموس يسألون على الديفينيسيون؟ لا 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 ما يسألكش على الديفينيسيون. انا جوست هنا بوغ انتخودوير خاطر فما جماعه يمكن اصلا ما تعرفش الاكسل. دونك هذاك علاش جي في اون بتيت انتخودكسيون وكاو فهمت. وي باش نحطوا رواحنا دون لو بان فهمتني يا زميلي. به هذايا بالنسبه للدوكيومونطاسيون تاع لي 3 ابليكاسيون. باه توا باش نجي للفورمز نتاع السمارت فيوتشر. كما قالت زميلتنا ساعيكا سونيا كل مره تحب تعدي اكزاما
في ابليكاسيون معينه لازمك تعاود تعمر هالفورمز هذيا داكوردو. دونك انا باش نحط لكم زاده احنا بارتاجيناها بامال دو فوا في لي جروب مي سيلاش نعاود نحطها في الشات بوكس دونك باش تمشيو تريزيرفيو للي زيكزاما. باه انا نحب نقول هنا حاجتين مهمين. سيرتيفيكاسيون موس الي تري معناتها نيسيسير بوغ نو لي انسيغنون. تزيد الدعم السي في نتاعك مطلوبه هالسيرتيفيكاسيون. انا في قداش من حاجه عالميه ندخل لها هكا بلاتفورم ولا حاجات هكا يطلبوا منك بالحق الموس معناتها عندك موس ولا ما عندكش tu vas cocher MCE MTL موس ce sont des certifications مطلوبين يعني باش انت مثلا تعدي حاجه كونكور ما نعرفش انا يمكن انت عندك طموح فهمت عالمي تحب انت تعدي حاجات يعني موجودين في دي بلاتفورم مونديال. دونك هذه بريمو انك باش تربح سيرتيفيكاسيون معناتها معتمده دوليا وعالميا. به الثاني حاجه انه شركه سمارت فيوتشر اللي هي الراعي للموس هذه اللي احنا قاعدين معناتها نعديو فيها. دونك عملت مسابقه هنا باش كاتبين لي كريتير دو سيليكسيون دي 3 غانيون. Le candidat doit être certifié sur MOS Word, Excel et PowerPoint. يعني لازمك تعدي من ثلاثة باش انت عندك شانس باش تربح تكون الاول ولا الثاني ولا الثالث. لازمك تعدي ثلاثة به الباوربوينت والوورد والاكسل خاطر هما شنو باش يعملوا باش يجمعوا لك السكور نتاع ثلاثة ويقسموا على ثلاثة فهمت الموين باش ياخذوا لك الموين نتاع لي 3 سكور. اللي عنده اقوى سكور في تونس في الجمهورية التونسية باش يكرموه باش يعطيوه جائزة مالية والثاني والثالث. دونك يمكن انتوما اللي 30 عبد اللي معايا توا ولا ما نعرفش انا قديش معايا يمكن واحد منكم هو اللي باش يربح 56 ما شاء الله. دونك واحد منكم هو اللي باش يربح الجائزة المالية. دونك ما تحرموش رواحكم من الحكاية هذية. به حاجة اخرى راهو عندك ثلاثة محاولات عندك حق في 3 فوتشر وهذه سيت اون اكسبسيون بور سيت سيسيون لا دو موس يعني ما تتعاودلكش هذه الفرصه بالحق ما تتعاودش معناتها الفوق معناتها لازمك تعمل عزيمه وتعدي بصراحه. كان ما نجحتش المره الاولى عندك المره الثانيه ما نجحتش المره الثانيه عندك المره الثالثه ويحسبولك اخر بيان سور مش يحسبولك السكور نتاع اللي باسيت بيه ليكزام معناتها اللي تعديت بيه اللي خديت بيه الشهاده داكوردو. دونك نوصي ونعاود شجعوا زملائكم بارتاجيو لو ماكس الحكايه هذه مع زملائكم. تو انتم 56 كان كل واحد منكم يبارتاجي في الكوميونيتي في ليكول مع لي كوليغ نتاعو في المدينه نتاعو دونك باش تعرف اكثر. وهاللي فوتشر هذوما اللي موجودين عند شركه سمارت فيوتشر يتخدموا الكل هما عندهم 5000 فوتشر يعني. دونك هذه سي اون اوكازيون او جامين باش الناس الكل تعدي وتاخذ السيرتيفيكاسيون هذيا. دونك هذيك انا اش حبيت ناكد على الاول. باه دونك هوني كيفاش باش تعملوا الفورمز هذيا. عندك ليدونتيفيون اونيك هنا عندك النوم البرينوم التليفون الايميل بروفيسيونيل الايميل بيرسونيل نون دوتيليزاتور في السيرتيبور. باه هنا في السيرتيبور اللي ما عندوش كيما معناها مدام هذيك بالضبط. البارح انا كي جيت نسجل سجلت لما عملت لهم الايميل نتاعي معناتها هذيك امبورت كوا معناها باش تعمل في السيرتيبور. اي لا ما تعملش امبورت كوا هنا لازمك انت هنا شكتب لك اونتر بارونتيز اقص على ايسي كليكيت وقعدت نتبع ما وصلتش هنا جوست باش تعمل انت شو اسمه تسجيل في المنصه هذه فقط ريجستراسيون في المنصه هذه باش تعمل كونت على المنصه هذه فهمت والنون يوتيليزاتور اللي باش تدخل به باش تحطو هذيك فهمتني يا زميلي. سامحني مدام دقيقه مدام بلي ملاحظه بالنسبه للبورتابل باش يعمل باش يعمل كونت بالبورتابل ما يتعدلوش يلزم بالاورديناتور. انا جربت البورتابل ما حبش يتعدى
كي نعمل سويفون ما تجينيش فهمت تقعد غير لا لا عملت بالاورديناتور ما فهمتهاش انا في الاخر عطيتهم الميل و لا قبل اقرص على سي وكمل الزيتاب شوي قبلها هو سجلني ماشي يا زميلي هو باش يسجلك وباش يقبلك مي وقت تعدي ليكزامان باش تلقى مشكله دونك انت لازمك تعمل هنا ريجستريشن في السيرتيبار سي اوبليغاتوار خاطر السيرتيفيكا باش تجيك هنا في المنصه هذه هذه هي المنصه المعتمده اللي انت باش تلقى من بعد السيرتيفيكا نتاعك هنا هيك علاش هما يطلبوك هنا في النوع يوتيليزاتور نتاع السيرتيبار فهمني زميلي سي اوبليغاتوار يلزم بالله يحفظوه النون ديتيليزاتور ومن الباس يحفظوه علاش اذا انسى يضيع يعني عليه انا باش نحط لكم هنا السيرتي اذا سمحني زميلتي لي ليدنتيفيون يقصدوا بها ليدنتيفيون من الفوق بالكل انت قلت ليدنتيفيون المعرف الوحيد نتاع انت اللي تابع الوزاره المعرف الوحيد تبع الخدمه تبع الخدمه اي واحنا تابعين وزاره التربيه كل واحد عنده معرف الوحيد يعمله تري بيان دونك هذيك ليدنتيفيون اونيك سي معرف الوحيد هكا ولا يا سونيا هكا هكا فاطمه المعرف الوحيد المعرف الوحيد بخاطر انا ماني ديما نتاكد من اللي عداو خير ملي نعطي معلومه غلطه راهو فما ليدونتيفيون الاول هو المعرف الوحيد وليدونتيفيون الثالث هو النون اللي تدخل به في سيرتي بو النون ديوتيليزاتور هذه هي السيرتي بو راني حطيتها لكم هنا في الشات بوكس اللي ما عندوش كونت على السيرتي بو يمشي توا يعمل كونت سي اوبليغاتوار اوبليغاتوار وفي وقت الاكزامان ردوا بالكم تنسوا ماذا بيكم كل شيء حاضر ومريقل باش تاخذوا في ورقه حطوا على جنب في ورقه وكان لازم نعمل كابتشير كرون كل شيء سورتو النون ديوتيليزاتور خاطر يطلب في النون ديوتيليزاتور والمودو باس الزوز مع بعض يعطيك الصح من فضلك باش تربح الوقت خاطر بالماشين فيرتويل ما تعرفش امتى تتبلوكي لك ولا خاطر صارت لي بعد ما كملت الاكزامان نتاعي الماشين تبلوكت ما نجمش نعمل سوبميت اتصلت بسمارت فيوتشر ورصات لي عاودوا لي مره اخرى الاكزامان فهمتك دونك اختنا سونيا مش نصحتنا راك انت نهار الاكزامان مش تتعامل مع روبوت مش معناتها روبوت ماشي دونك هو باش تطلب منه انت باش يطلب منك هو هذا هو هكا ولا يا سونيا اللي حاجتو بيه دونك هذا اللوجن مو مدام فاطمه هذاك هو هذا هو هذا النون ديوتيليزاتور مش ال نون ديوتيليزاتور مش الادريس مش الاي دي مش الايميل مش الايميل يعني هذا وي جوستمون هذاك هو دونك انت مش تحط له هذا داكوردو زميلي اللي توا قال انا حطيت له اللي جي راهو مش تلقى مشكلة ما يقبلش ممكن يقبلها لك اما ما يعطيكش حاجه صحيحه صحيت ما نجمش يعطي لك زعما نجم يعيشكم في السيرتيبو يعيشكم ردوا بالنا من الشون هذايا سيل فو بلي سيل فو بلي الاشخاص اللي معايا يعطيو لانفورماسيون لزملائهم اللي ما يعرفوش المعلومه دونك هنا باش تحط اللوجن نتاع الكونت نتاعك في السيرتيبار سي اوبليغاتوار ويتكون من كلمه واحده هكاك ما فهمش سباس ما فهمش سباس ما فهمش سباس هي فيها نقطه ولا كاركتير ما فهميش لا لا لا, لا, لا بالنسبه للنون ديتيليزاتور ما في حد شيء جيست حروف ولا سكين بعضهم فهمت وبالنسبه للمودو باس ولا حاجه ما تحطش سباس صحيت النون ديتيليزاتور عمره ما يكون فيه سباس عمره ما يقبلوش اصلا بالنسبه للمودو باس تجي يقول لك اعمل كاركتير ومينيموم كاركتير ماجسكين اي هو انت تعرف عاد وقت اللي تعمل كرياسيون تاع انا مثلا عندي كونت انا عندي كونت انت شنو مش تعمل انت اول مره مش تعمل ريجيستر باش يطلب منك باش يحط لك فورمز مش تدخل معلوماتك الشخصيه فقط هيك الحكايه الكل يعني انت بعد ما تنزل على ريجيستر دونك باش تدخل المعلومات الشخصيه نتاعك فقط يولي عندك كونت كيما هكا كيفي انا باسورد وتدخل وتدخل يولي عندك مش انت تلقى هنا السيرتيفيكاسيون تاعك يا مدام فاطمه هو يطلب كي نسجل يقول لك سؤال كيستيون 1 وكيستيون 2 شنو ماك الكيستيون 1 وكيستيون 2 هذوك مش تعرف بيه من المود باس في صوره ما نسيت المود باس هذيك اذا كان نكتبهم معناتها نكتبهم انا كيستيونات نكتبهم يعني
قلنا شاك جروب معناها او موان لازم يكون فيه سيد العلاج بالله اللي حال الميكرو يسكر أمان نسكروا لي ميكرو متاعكم كان اللي عنده سؤال يفرحكم باش الحصة تنجح ونستفيدوا الناس الكل أنا بيدي راني نتعلم منكم راهو ونتعلموا من بعضنا الناس الكل سيلفو بلي دونك بالنسبة للشان هذا واضح ولا لا يعيشكم خاطر برشا برشا يجوني بريفي على حكاية الشان هذا مهمش فاهمين الحكاية دونك إل سوفي تدخل على سيرتيبور تعمل كونت ريجيستراسيون تعمل كونت وتحط هنا النوم دوتيليزاتور واضحه هي بلي سامحني مدام دقيقه بلي اقرص انت على اي سي باش تظهر لهم في الاكران باش يتبعوا دقيقه وعجيز سيدي كوكو اي انا ديجا دخلت دخلت هنا مش جيس تبعوا ليزيتاب لوطو فرونسي ويعمل تينيزي ونعاود نعمل توا خاطر ديجا عندي كونتي فهمتني دونك يعمل كل جاكسبت جاكسبت يكونش عليها ويعمل لك نتاع مشروبو ويتبع يتبع بشويه بشويه وتجا واضح راه ثم قيد مع فهمت صحيح دونك ماشي حاجه صعيبه بالكل يعني جوست سي ليتاب نتاع انك تعمل كونت كيما تعمل كونت على اي بلاتفورم كانت على الانترنت كيما تعمل كونت فيسبوك كونت اي كونت دونك باش تعمل كونت على البلاتفورم هذيا سي اوبليغاتوار وبعد باش تحط هنا اللوغن نتاعك النون دوتيليزاتور اللي هو هذا اللي هو البارتي الاولى نتاع الايميل نتاعك اللي دخلت به دونك انا كي مش تمشي هنا ماي بروفايل ريتو هنا هذه البارتي الاولى اللي قبل الات انت مش تكوبيها وتحطها هنا في الشون هذايا ربي واضحه هذه ولا مدام فاطمه ثم شكون رفع يده بيه مدام نعيمة وثم مدام إيمان جراية بيه مدام سونيا يعطيك الصحة أنت مش تكون الأسيستانت متاعي اليوم بارك الله فيك مسيرش مسيرش مرحبا بيه مدام نعيمة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام فقط تسجل في الفورم هذاك الفورم اللي حطيتيه لنا معناها كأنك سجلت في المنصة نفس العملية هو هذيك الفورمز ما يتعدى ما يمشي الاكزام نتاعك صحيح كان ما انت واللي عندك كونت في السيرتي بورت كل حاجه وحدها هذه الفورمز نتاع سمارت فيوتشر باش تعدي انت هذه شنو الفورمز هذه باش تريزيرفي الاكزام باش تعدي تلقي سي تلقي سي تعدى طول تتسجل كانك سجلت في المنصه وقتها صحيح تنزل على اي سي انا نزلت على اي سي فوالا فوالا وتعمل سويفون سويفون تعمل فوالا 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 حتى تجي الاخر وقت تحصل على النون يوتيليزاتور وانت تمشي تحطه في الشون هذيا باش تكمل انت تعمر الفورمز نتاع الريزيرفاسيون نتاعك فهمت فهمت واضح هذا سجلت واعطاني اللي هو التسجيل واضح واضح شكرا اوكي مدام ايمان تفضل كيما وعليكم السلام تفضل عسلم مدام جوست حبيت نعطيك ملاحظة صغيرة صارت معايا يعني تنفي كلام انت قلته انت قلت النون ديتيليزاتور لازم يكون ما فيه حتى كريتير هكا ولا اش معناتها ما فهمتكش انت قلت لا ثم اسباس لا ثم بوان لا حد شيء لا ما قلتش ما فهميش بوان ولا حد شيء لا قلت ما فيهش اسباس هذا اللي قلته بيه. سمعت ثم شكون قال ما ثماش لا بوان لا 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 يجب يكون في بوان احنا وقت نعملوا دي كونت جيميل مش نعملوا مثلا انا اسمي فاطمه بوعزيز فاطمه بوان بوعزيز مدام احنا كي عمرنا الفيوتشر كي تعمر انت هو يعطيك اوتوماتيكمون يعطيك يعطيك النوم تاعك انا بار اكزومبل اعطاني ايمان تيري دويت جرايا اي نجم تخدم بيه هذا نجم تخدم بيه يجب تجم يعني تخدم بالنون حبيت نوضح للزملاء أنه يدوى فيغ اتنسيون للنون اللي هو يعطيه له وبيان حتى أنت تنجم عندك تنجم تختار أنت بروحك شنو النون دوتيليزاتور متاعك أنا كي حبيت نبدله ما قبلوش يعاود يحط لي هو أوتوماتيك ما النون اللي اختاره لي هو بتتر خاطر فما شكون على خاطر فما شارك بالاسم متاعك فهمتي كيفاش فتات
هذا هو يعني هو ريدوندونس ما يقبلهاش. المهم انا حبيت فقط يعني حبيت نقول للزملاء يلدوا فيغ اتونسيون للنوع اللي هو يعطيه له ويكبتيه تو سامبلومون. ميرسي عايشك مدام ايمان. احنا نحكي وتو رجعت حليت الكونت واستعملت المول اللي عطاه لي هو وسافا النوع اللي عطاه لي هو. يعطيك الصحه تي جونتي. تفضل مدام فاتن. تفضل مدام فاتن. مدام فاتن به سي لطفي. بلاي جيست ملاحظه بالنسبه تو باش يعمل ريزرفاسيون مثلا نتاع لورد ما يعملها يقرص على اي سي ويعمر كل شيء باش يعمل ريزرفاسيون نتاع الباوربوينت ولا نتاع الاكسل ما عادش يقرص على اي سي جيست يكتب النون ديتيزاتور نتاعو تاع تري بيان جيست المعلومه للزملاء اوكي المره الاولى برك يعمل ومن بعدش يكتب كان نون ديتيزاتور ومود باس لازم بلا ملاحظه ويزم يقيدهم في ورقه ولا يعمل كابتشر كرون باش ما يغلطش راهو الحرف بحسبه يعني على الإفادة سي انت هكذا نتعاون الناس الكل مع بعضنا بطبيعة بطبيعة اللي عنده إفادة مرحبا يعني الناس الكل نتعاونوا المفيد أنا حبيت أتأكد على الفورم زخاطر ياسر جاوني تساؤلات عن بريفي على حكاية النون دوتيليزاتور هذه فرصة أنه نحيوا الحكاية هذه ونفهموها الناس الكل باش ما يتعاودوش نفس التساؤلات يعني فهمت دونك هذه كما قلنا الفورمز متاع ريزيرفاسيون بوغ ان اكزامان موس يا اما وورد يا اما باوربوينت يا اما اكسل اللي يعرف روحه حاضر في واحده من هذه الابليكاسيون هذيا يعمر تو الليله يعمر انا مريقله في الوورد اموري هانيه عمر عدي الوورد اموري مريقله في الباوربوينت عمر عدي الباوربوينت اموري مريقله في الاكسل عدي الاكسل وما تخافوش كيف ما قلت لكم عندك فرصه واثنين وثلاثه دونك الناس الكل نحبوا نسجلوا ونحبوا نبارطاجيو لي سيرتيفيكا موس نتاعنا هاللي دو سيمين اللي مازالوا ولا لي 3 سيمين قبل من يوفى شهر جوان خاطر اخر ديلي لو 30 جوان في الحكايه هذيا داكوردو لي 5000 فوتشر نتاع الموس يطيحوا لو 30 جوان ما نخليوش انهم نخسروا مع ال 5000 فوتشر نحفزوا زملائنا لو ماكسيموم اعملوا مجهود ميسالش احنا الناس الكل نحبوا بعضنا باش الناس الكل تاخذ هلا السيرتيفيكاسيون هذيه ونعاونوا بعضنا يعني احنا ديما قطاع التعليم احنا نعاونوا بعضنا معناتها نحن معناتها ديما نفورميو في رواحنا برواحنا يعني وزملائنا مع بعضنا نتعلموا من بعضنا به لونغ بريفيري دو ليكزام سامحني مدام دقيقه بالله ميسالش نجاوب ثم الزميل طرح سؤال ميسالش نعاونك نجاوبه تفضل مرحبا. ثم شكون قال نعملوا العنوان الشخصي البريد ولا متاع الخدمة متاع وزارة التربية؟ أنا أقول له أعمل عنوانك الشخصي هذاك المهم. الإيميل الشخصي هذاك المهم أكثر حاجة هما باش يبعثوا لك عليه كل شيء. ثم سؤال ثم شكون واحد من الزملاء طرحوا قال نعملوا العنوان الشخصي ولا العنوان متاع الخدمة؟ هو طلب منك بروفيسيونيل المهم المهم متواني مثلا ما عنديش الكونت بيرسونيل. فهمتي استغفر الله البروفيسيونيل ما عنديش. هك عملت من زوز نفس العنوان ما يقلقش عم يركزوا هما يقزي يركزوا على الكونت بيرسونيل اكثر من البروفيسيونيل واضح اوكي ان شاء الله تكون واضحه للزملاء دونك هوني عندنا الجراد عندنا الفونكسيون عندنا الدات هنا باش يقترح لي عليك دات هنا شفتوا هنا اقترح عليا لو 12 6 به فما برشا زملاء بعثوا لي على الخاص قالوا لي علاش فما دات واحده هذه الدات كل مرة تتبدل كل جمعة تتبدل يعني جمعة هذه مقترحين دات جمعة جاية يقترحوا دي دات فهمتي كل جمعة تتحل الفورمز هذه يتبدلوا لي دات ماش دات واحدة هذيك اللي خرجوا فهمتوا يا جماعة دونك هذه لدوس سيس بور ست سمان الجمعة جاية مش تتحل مرة أخرى أوتخ دات داكوردو دونك اللي حب يعدي جمعة السبت هذية وورد ولا إكسل ولا باوربوينت إلسو فيه عمر الفورمز هذية تاع سمارت فيوتشر داكوردو ويقولوا على اللور متاعه الوقت بالضبط وقتاش يساعده يعدي الإكزامة هذية في العشية في الصباح في الليل وقت ما يحب هو داكوردو ويعمل ريزيرفي مدام فاطمة تفضل اسكو ينجم يعمل أنيلاسيون قبل ما يعدي الإكزامة والله
جاء زميل من بكري قال نحب نعاود معناها ما ينجمش غدوه ينجم يحبش يعملها مره اخرى معناها هكاك يولي يتصل بسمارت فيوتشر ما عنده هما اللي انت كبيرسون ما تنجمش ككانديدا ما تنجمش تطني لي اما تنجم تكلم واحد من الفورماتيرز مالنا هما هما ينجم يدخلوا يبدل لك فهمت والا كونتاكتي سمارت فيوتشر ديريكتومون ولا تنجم حتى ما تمشيش تعدي المره الاولى ما تنجم ما تمشيش تعدي هو عادي عاود سجل مره اخرى اي كي ما تعديش هو هو مش مش يصير حتى شيء نورمالمون سنصرا با نوتي معنى عباره ما عدي عباره ما ريزيرفيتش اي صحيح دونك بلي سيمحوني عندي سؤال بالنسبه للدات اخرى وكهو سيمحوني بلي بالنسبه للدات للوقت ما عندوش معناتها وقت تونس معناها ما عندوش علاقه بال شنو وقت تونس؟ وقت تونس معناتها وقت تونس به هذا وقت التونسي احنا هذه راهي خاصه بالتويتسا ممنوعه على الاجانب خاصه بالوزاره التربيه التونسيه والتعليم العالي راهو لا خاطر فما برشا هنا في الفورمز اللي بعثت لهم دي زيميل نلقاهم في الفاكولتي برشا مش شويه زاده نلقى برشا حابين يدخلوا معانا باش يعديوا الماس وهما كلهم اساتذه جامعيين راهو الاساتذه الجامعيين عندهم النوتخ ريغلومون هذه خاصه بوزاره التربيه وانا بعثت لهم ليميل ما حبيتش ما نبعث لهمش خاطر سيتو فورماسيون يجمو يستفادوا يعني فهمت اما بالنسبه للتعديه راهو عندهم النوتخ ريغلومون جو كرو هكا خاطر انا سالت عليها الحكايه هذه بالنسبه للانسينيمون سوبيريور برشا زملاء اتصلوا بيا من لانسينيمون سوبيريور وكي سالت قالوا لي لا راهي خاصه بوزاره التربيه دونك هذيا باش نوضحوا النقطة هذيا باه نتعداو توا هذيا ان شاء الله كل شيء واضح باه هذيا ان شاء الله كل شيء واضح باه بالنسبة للي تيست بلان انا باش نحط لكم توا انا ديجا بعثت بار ايميل ليان هذيا باش نزيد نحطو على الشات بوكس هنيا هذوما لي تيست اللي بالضبط تلقاو التيست نتاعكم ليكزام نتاعكم باش يجيك يشبالو بريس كيفو ما عندهمش يبدلوا المعطيات فقط نفس الاسئله ناكد لكم اللي هما نفس الاسئله اللي عدى قبل لي اكد لنا الكلام هذا ولا نفس الاسئله 13 نكزامه هو بيدو يجي في الاكزامال تيجيك يجيك هو بيدو هو بيدو سي سفيان اكد لنا خاطر عدى مبروك عليك الشهاده يا سي سفيان دونك هما بيدها يعني ما غير من التعب مخك والتعب راسك راهو تمشي تخدم هاللي تيست بلان هذوما باذن الله مضمون النجاح سامحني مدام اخي لي 13 بروجي هما بجو لي 13 ولا قداه قداهم بروجي جي من 5 ل 7 من 5 ل 7 فهمتك هما الاسئله معناتها اللي باش يطيحوا لك من هاللي تيست من هاللي 13 بروجي فهمتني سي لطفي اوكي مرسي فهمتك انت كي تخدمهم 13 وتعرف روحك مريقل وخادمهم مريقل نجح في الجيب باذن الله معناها قصدي نفس الاسئله بالضبط انت قري له ما يبدلكش بالضبط اوكي ميرسي ميرسي باه نمشيو ديريكتومون توا لي بروجي نتاعنا دونك انا هنا بالنسبه للاكسل عندي دو بارتي بارتي 1 وبارتي 2 انا مش نبداو اليوم باذن الله البارتي 1 مش نخدموا من 1 حتى لل 7 وان شاء الله السنين الجاي مش نخدموا من الويت حتى كشي للتخيس نمشيو بازا با ما نتسرعوش به نمشي انا توا ديجا هبطهم لي دوسيي متاع لي بروجي باش يجيوكم زيبي بالطريقة هذية دونك تدخل بالبروجي بالبروجي باش تلقى هنا التيست وباش تلقى الاكسل متاعك وين باش تخدم لي كيستيون متاعك به انا بالطريقه هذه باش نخليهم كاني بالحق في اكزام به ومش نبداو على بركه الله بالتاش بالتاش به دونك عنا التاش الأولانية وحليت أنا الإكسل المصاحب للأسئلة للبروجي هذية دونك
كيما شفنا في الدوسيه هذايا داكوردو واضحه العمليه ولا لا كيفاش باش تحط لي تيست نتاعك دونك انا حليت البارتي 1 فيها من 1 حتكشي لي 7 بروجي ان شاء الله باذن الله ربي قدرنا نخدمهم هذوما الكل اليوم دونك كل مره تحل الدوسيه مش تلقى فيه ليكزام التيست وتلقى فيه الاكسل المصاحب اللي مش تخدم فيه ليكزام داكوردو وانا حليتهم بالطريقه هذيا باش كاني انا في وسط تيست يعني حقيقي خاطر هو باش يعطيك الفناتر نتاعك مقسومه على 2 البارتي الفوقانيه اللي باش تخدم عليها والبارتي اللوطانيه هي اللي فيها الاسئله دونك نبداو بالسؤال الاول اش قال لنا هوني دون لا في دو كالكول اتيديون دونك هذه هي الفي دو كالكول اتيديون موديفيي لا ميز ان فورم دو تابلو افان كون ليني سور 2 سوا امبري utiliser une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Donc شنو المطلوب منك في الكيسيون هذه قال لك نحب التابلو نتاعك هنا الميز ان فورم ليني بلينيا ليني غامقه ليني فاتحه. Donc on comment on va faire ça? Donc je vais هنا cliquer sur une cellule du tableau, n'importe quelle cellule. Donc je نمشي للانجليه création de tableau. واضحه ومن بعد مش نمشي هذه ريتوها ليني اباند جو في لا كوشي تو سامبلومون باش يولي لي عندي ليني غامقه ليني فاتحه اذا كان طلب منك كولون فاتحه كولون غامقه تعمل كولون اباند هذه هي لا بروميير كيسيون سي اون باس على دوزيام كيسيون باه اش قال لي في دوزيام كيسيون دون لا فوي دو كالكول اتيديون دونك تريي le tableau selon le champ pays, en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurant au Canada. Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique de A à Z sur le champ code. Enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. هنا تلاحظوا شيء انه طلب مني تري وتري متعدد يعني مش نوع واحد ثلاثة أنواع تاع تري باهي دونك هنا كيفاش مش نعمل دونك سي تان تري ا بلوزيور نيفو اون فا كليكي سور نيمبورت كيل سيلول دو تابلو نمشيو لونجلي دوني ونمشيو لتريي ريتوها تريي هذيا باش تعطيك دونك لي نيفو نتاع لي تري اللي موجودين في السؤال انت باش كل مره تعمل النيفو نتاعك دونك نبداو بالنيفو الاولاني النيفو هنا باش نختار البي خاطر هو قال لي هنا سور لو شون بي شنو يحب هنا يحب لي زيتازوني قبل من كندا هنا الايتا اوني لي زيتازوني تبدا بالاو والكندا تبدا بالسي دونك انا الاوردر من الا ا زد ولا من زد ال ا من زد ال ا خاطر الاو هي تجي بعد السي باه نجيو للتري الثاني النوع الثاني كريتير الثاني نتاع التري اش قال لي هنا قال لي على الشون كود نمشي هنا نمشي نختار شون كود وهنا قال لي بار اوردر الفابيتيك دو ا زد ها هي الاوردر الفابيتيك دو ا زد تروازيام تري Donc, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Donc, nous avons le champ TI, matricule. Et là, on a l'ordre croissant. L'ordre croissant est de plus petit ou plus grand. On a fait OK. Et ici, le tri TI qui a les critères qui ont été faits dans la question. C'est la question numéro 2. Nous avons la question numéro 3. Dans la cellule, dans la feuille de calcul étudiant, saisissez dans la cellule N2 une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne H. هذه هي الحاجة بها N2. هذه الـ N2. Donc, في الـ N2, شنو مش نعمل؟ عندي هنا هذه هي البار دو فورمولا. نحط فيها إيكال، خاطر ديما تبدأ بإيكال الفورمولا متاعي. ونمشي نكتب موين خاطر حاجته هو بالموين هذه هك اش حاجته هوني حاجته لاج
qu'est-ce que je vais sélectionner هنا? Je vais sélectionner l'âge. Donc, j'ai l'âge نتاعي هنا. هاي الاجه. هنا عندي التابلو هذيا فيه 500 لينيا. باش نقعد نهبط بالكورسور عندي طريقه سهله تهبط لي. نعمل كنترول شيفت والفلاش با. كنترول شيفت فلاش با. تسيليكسيوني لي الكولون كامله نتاع لاش. شفتوا هنا قداش من وحده 500 دوني. ونعمل اوكي. ها هو المعدل نتاع ليزاج. دونك جيب لي اوتوماتيكمون الموين دو لاج دي ستوديون. به نتعدى. انا اذا كان ما فما حتى سؤال راني قاعده نمشي. واضحة. دونك هذوما الكل سو سون دي كيستيون اوردينير نشوفوهم ديما في اللي مادام لا هذه الموين عاود هذه اللي يلزم نعملوا الفونكسيون ولا ما احنا ولا الفونكسيون وحدها نعمل له موين وكا هو نجيب له فونكسيون الموين وهو يحسب. هو صحيح انت هنا القوه في الاكسل انه فما دي فونكسيون حاضرين قال لك شاعتي معدل علاش باش تجيب له الموين فونكسيون موين باش تجيب له وتعمل السيليكسيون تاع شنو تحب الموين نتاع شنو فهمتك هنا نمشيو للتاش اللي من بعدها بربي مدام سؤال هنا بربي عايشي بربي بالنسبه للاج نخليها بار فيرغول ولا نحي الفيرغول نخليها نمبر برك ما طلبش مني حاجه ما طلبش مني ما نعملهاش ردوا بالنا هذه نقطه مهمه برشا زميلي توا اللي دخل ما نعملش حاجه انا ما طلبتش منها خاطر اذا كان نعمل حاجه ما طلبنيش منها ينقص لي في السكر داكوردو فهمتك مدام عايش بالصح اقتصر بالسؤال ما تعمل ما تزيد حتى شيء من راسك ما تقولش هذه ما عجبتنيش خلي يقلها هذه راهي لونها مش مزيان خنبدلو راهو هذه ندرك يا ولدي حطها مبلب زي ما هو يحب دونك انت باش تمشي بالسؤال بالسؤال وتجاوب على السؤال نتاعو هو روبو راهو روبو باش يفهم انت هيك الحاجه اللي زدتها راك انت ما فهمتش ولا ما عرفتش مش انت تحب تزين ولا تبرقش ولا فهمتني يا خويا فهمتك مدام يعطيك الصحه عايش عايش يعطيك الصحه مدام نمشيو توا للتاش نيميرو 4 دونك دون لا فوي دو كالكول ارتيكل دونك ابليكي اون ميز ان فورم نيميريك pour afficher les nombres de la colonne quantité avec trois décimales. Donc, là, on sélectionne la quantité. Oui, on a parlé de l'article. On a le feuille de calcul article. On a la quantité. Qui m'a dit comme série, on a le contrôle, shift, flèche bas. On a sélectionné ça, ça, ça. On a l'onglet accueil. On a le nombre. شفتوها le nombre. هنا باش نزيد انا 3 ديسيمال اش معناتها يعني 3 نوامر بعد الفيرغول سهله برشا به نمشي توا للتاش اللي من بعدها تاش نيميرو 5 تاش نيميرو 5 شو تقول دونك دون لا فوي دو كالكول انفورماسيون دو كوموند utiliser une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé, aux cellules de la colonne totale commande, contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si la valeur de cette colonne change. Donc, là, je sélectionne la colonne totale commande. Donc, je vais vous dire. Donc, هذه هي التوتال كوموند مشينا للفوي دو كالكول انفورماسيون دو كوموند باش نسيليكسيوني كالعاده كيفاش نسيليكسيوني كنترول شيفت فلاش با ومش نعملو ميز اون فورم كونديسيونيل خاطر هنا الميز اون فورم نتاعي افيك دي كونديسيون دونك نمشي لهنا الميز اون فورم كونديسيونيل دونك ريغل دي فالور ريغل دي فالور دو لا بلاج يعني نمشي بشوية بشوية اوت باس و ريغل دو لا فالور سوبيريور على موين اللي طلبها مني ونختار هنا الكولور اللي طلب مني هنا شو طلب مني الكولور طلب مني رومبليساج فير افيك تيست فير فونسي هذا هو رومبليساج فير افيك تيست فير فونسي ونعملو اوكي دونك باش تشوف انت هنا لي شون اللي عندهم فوق لا موين دونك
ولاو اللون الرومبليساج نتاعهم فير. هذه تسمى ميزون فورم كونديسيونيل. نمشيو للتاش 6. 40 عام ولد عندهم. دون لا فاي دو كالكول انفورماسيون دو كوموند. انفورماسيون دو كوموند باقي مازلنا في الفاي دو كالكول هذيا. اش قال لي؟ قال لي سيزيسي دون لا سيلول جي 2. جي 2 انا كي نحب نلوج على سيلول مش لازم نقعد نلوج عليها. ريتا هذه نون دو زون, هذه نون دو زون, زون دو نون هذيا جست تكتب فيها السلول اللي حاجتك بها وتعمل انتري ديريكتومون يديك للسلول نتاعك. دونك هنا اش قال لي في التاش هذه السيس؟ قال لي دون لا فوي دو كالكول انفورماسيون دو كوموند سيزيسي دون لا سيلول جي 2 اون فورمول يوتيليزون اون فونكسيون اكسل بور انفويي لا فالور لا بلوز ايلفي دي سيلول توتال كوموند. شنو هي هذه؟ هذه سهله برشا. دونك باش تستعمل هنا الفونكسيون ماكس. دونك باش نمشي لنستعمل الفونكسيون ماكس. شنو باش تسيليكسيوني؟ دونك توتال كوموند. باش تسيليكسيوني هنا التوتال كوموند. داكوردو؟ كالعادة كونترول شيفت ونهبط بيها ونعمل اوكي. هنا باش يجيب لي الماكس في التوتال كوموند. نمشيو للتاش 7. نمشيو للتاش 7. دونك هنا في التاش 7 اش قال لي؟ قال لي دون لا فوي دو كالكول دات امبلوي. دات امبلوي هذيا فوي دو كالكول هذيا اوتيليزي ان اوتي دو تريتمون دو دوني اكسل بور سوبريمي دو تابلو تو لي انرجسترمون كونتونون دي فالور دوبليكي بور لو شون ان ناسيونال. Ne supprimez aucun autre enregistrement. Donc, on clique sur n'importe quelle cellule de l'ordinateur, le tableau. Donc, nous allons à la création du tableau. Donc, on a supprimé les doublons. Je dois supprimer les doublons. Clique à l'IA. Je dois désélectionner tout. Je coche qu'un N national. اللي طلب لي منها في السؤال هذه هي. دونك هذا البروجي الاولاني. كملنا لي تاش نتاعو الكل ان شاء الله تكون مفهومه. دونك اللي يحسني انا تسرعت شويه ولا قاعده نجري يقول لي وحده وحده باش تفهموا لي بروسيسوس. وباذن الله الحصه هذه مش تتسجل مسجله وتو نبارتاجي لكم ان شاء الله لونجسترومون. اللي يحب يعاود لي تيست هذوما مع التسجيل يعاود مع التسجيل. دونك انا هوني باش نسكر جو نو في با انرجستري. دونك باش نتعدى للبروجي نيميرو 2. دونك هذا بروجي نيميرو 2 وهذايا الإكسل متاعو المصاحب اللي مش نخدم عليه. به به نمشيو للتاش الأولى. به اش قال لي هنا؟ قال لي اون كومونسون على سيلول A5. دونك اون كومونسون على سيلول A5 de la feuille de calcul contributeur 100. هنا الفويه دو كالكول هذيا يحبني نخدم على A5 هذيا ديجا سيليكسيوني قيتها. دونك امبورتي لي دوني دو فيشي سورس سيباري بار دي تابولاسيون دوناتور بوينت تيكست سيتوي دون لو دوسي بروجي 2 اكسبتي تو لي بارامتر بار ديفو. دونك هوني انا باش نمشي للانجلي اكتيفي لو كونتينو نمشي للانجلي. دونك دوني ونمشي أبغتير هنا دو فيشي تكست وباش نمشي للفيشي تكست اللي هو حضره لي. أنا بالنسبة للإكزاما ما تخافوش الفيشي اللي حاجتك بيهم مش تلقاهم ديركتومون موجودين ما تقعدش تلوج عليهم. معناتها كيما أنا توا قاعدة نتيستي في الإكزاما يعطيهم لك ديركتومون واضحة. دونك هذا هو دوناتور
هنا اون فا اكسبتي تو لي بارامتر بار ديفو كيما هوني ديليميتور دابولاسيون والكل. ومن بعد هوني قال لي شارجي دونك دون شنو دون شنو انا باش نشارجيها باش نشارجيها هنا في الا 5 وين انا مسيليكسيونيه نقول له اوكي هذا هو التابلو. به نمشيو للتاج 2. تاج 2 دونك اكسيدي على بلاج نومي جيني دو لا فوي دو كالكول كونتريبيوتور. دونك نمشي للكونتريبيوتور الفوي دو كالكول كونتريبيوتور. دونك اش قال لي هوني قال لي اي سيبريمي لو كونتينو دي سيلول سيليكسيوني. به باش نمشي للزون دو نون هذيا دونك جيني وقال لي سوبريميها جست مش نمشي نسوبريميها بالتوش سوبريمي كهو هذه هي تاج 2. نمشيو للتاج 3 دونك اجوتي او كلاسور اون نوفيل فوي دو كالكول نومي كونتريبيوتور 10. كيفاش نجوتي اون فوي دو كالكول هوني سهل برشا ريتوال بلوس هذه ننزل عليها تجيني هنا فوي جديده نعمل دوبل كليك ونجي انا هوني جو في بيان سور كوبيي النون اللي حب عليه ونجي هنا ونعمل كولي كونترول في هذه هي اون فوي دو كالكول نومي كونتريبيوتور 10. نمشيو للتاج 4 تلاحظوا لي كيسيون سون سامبل معناتها ما فيهمش دي كيسيون صعاب. دون لا فوي دو كالكول كونتريبيوتور 10 créé dans la suite. Madame, بالنسبه للكوبي نصيحه للزملاء معناها ياخذوا كل حاجه تنبيه اللي جي ميله اي بيان سور جست الاسم بالطبيعه فما شكون يغلط ياخذها سيليكسيوني كلها باللي جي مي بما تبع صحيت يعيشك. به هنا في التاج 4 اش قال لي قال لي دون لا فوي دو كالكول كونتريبيوتور 10 créé dans la cellule C3 un lien hypertexte pointant sur l'adresse email genie.kela@gmail.com. Donc هنا اش قال لي قال لي نحب السيلول سي 3 نجي لهنا هوني في زون دو نون نعمل سي 3 ونعمل اونتري نلقى روحي في السي 3. دونك هنا اش قال لي قال لي نحب لين هايبرتكست. كيفاش نمشي لليان هايبرتكست؟ نمشي نعمل انسيرسيون لين هايبرتكست. دونك نمشي لليان هايبرتكست هذا هي لين هايبرتكست. لا مش هذا هي لين هايبرتكست. وين لين هايبرتكست؟ لين هايبرتكست لين على اليمين والله ما عادش نشوف وليد. دونك وين لين هايبرتكست؟ بعد الكومون بعد الكومونتير ما بين الكومونتير والسينما سيجمون هذا هو صحيح. دونك اش طلب مني هنا؟ قال لي طلب مني ادريس دو كوريي. دونك هنا باش نعطيه النون هذايا اللي عندي في التاش 4. دونك جوست انا نسيليكسيونيها ورد بالنا من الكويمي كيما قال زميلنا كونترول سي ونجي لهوني نعمل كونترول في ونعمل اوكي تولي لي هنا عندك اليان. به مدام فاطمة بالله مدام دقيقة مدام بالنسبة للكرياسيون نتاع السيلول ما نجمش نحط ديريكت كرسير في السي 3 ولا يلزمني نتعدل نكتب السي 3 هذيك كيفاش؟ بالنسبة للكرياسيون قال لي كري دون لا زون كري دون لا سيلول سي 3 انت كتبتك على اليسار سي 3 نجمش نحط ديريكت كرسير معناها عبارة بربوندكيلي نتاع الترسيكسيون ما بين اللين تنجم اذا كان انت تشوفها عادي سهلة تمشي تحطها ديريكتومون. مي انا مثلا عندي برشا معناتها دي سيلول باش ما نقعدش نلوج جاك تسهل لي وبرا اي مثلا قال لك مثلا دي مثلا 21 تولي صعيبه برشا تقعد تحسب واحد غلط صحيح باش تقعد تتمخوش ديجا انا وليت نرى كل شيء فلو توا ديجا تسهل لي زون دو نو فهمت هذيك نعملها بالله مدام عاودها خاطر هذيك فما لادريس فما تكست وفما ادريس بالله ارجع تاني به هذه هي الكيستيون نيمرو 4 اي كيس
قال لي في السيلول سيكتور وا اصنعنا ليا ايبرتكس بوينتون سور لادريس ايميل jenny.kela@gmail.com دونك نمشي نسيليكسيوني انا السيلول هذيك ونمشي ليا ايبرتكس ونمشي هنا ادريس دو كوريي اي فما فوق التكس افيشي مدام نعم فما تكس افيشي وفما الادريس كي هما بيدهم لا التكس افيشي معناتها شنو تحب تظهر هوني هو ما قاليش هنا شنو تحب تظهر انا نحبك تحط لي ادريس في السيلول هذيك نحط كوبي في الادريس دي في الادريس صحيت باش تحط انت هنا الادريس هذيا في الادريس سيكلير مثلا نحط هوني حاجه مثلا نقول اليا نكتب اليا مثلا باش تجيني هنا في السيلول تظهر كان كلمه اليا ما مطلبش مني هو ما نعملش حاجه ما طلبنيش منها سيكلير سيكلير مدام سيكلير بالله مدام نجمش نعمل سيليكسيون على الجينيه هذيك العنوان هكا ونعمل بالبوطون دروات كوبي ونجيب السيترون نعمل كل نجم هكاك بالبوطون دروات كل تعمل كوبي هذيك الادريس هذيك عليها الكرسير توا كوبي وتجي للسيترون الانترسيبت هذيك نعمل كل نجم ولا لا هو قال لك ادريس هو قال لك ليا ايبر تكست ليا ايبر فهمت كيف ما قالكش باش تقول لي غادي برا هو يحب وقت تنزل على السيترو يديك للايميل اوكي نمشيو للتاش نيميرو 5 دونك هنا اش قال لي قال لي ديسبوزي لي فوي دو كالكول دو مانيير ا بوزيسيوني اون بروميير لا فوي نومي كونتريبيوتور 10 Donc, on a pour déplacer en première position. Et il y a une habaloula. Donc, on dit tariqti. Je vais faire un clic droit. On a mathalan. On a mathalan. Copier. Stanemi lahda. Donc, je vais faire un clic droit et déplacer. Voilà, tout simplement, je vais la glisser. Ok, je vais la glisser. Là, je vais vous dire la question. Il veut la feuille de calcul contributeur 10. Il veut en première position. Je la glisse, tout simplement. Donc, c'est le projet numéro 2. Comme on est. نتعداو للبروجي نيميرو 3 باه نحلو بروجي نيميرو 3 دونك عندي كالعاده الوورد وعندي الاكسل اللي باش نخدم عليه باه نمشيو للتاش نيميرو 1 اش قال لي هوني قال لي ميتي لي مارج اوت اي باس ا 3.25 سنتيمتر لي مارج غوش اي دروات ا 1.90 سنتيمتر puis les entêtes et pieds de page à 2.31 سنتيمتر هذه هي ديريكتومون باش نمشي للميز اون باج ونمشي نعمل مارج بيرسوناليزي ونمشي نقد اللي قال لي عليه الاو والبا دونك هنا 3.25 والدروات يحب 1.90 والانتيت يحبها 2.31 لا نعمل الفيركيل مدام واش بوان اي موجود يا الفيركيل موجوده ديجا من الاول اي علاش ثم شكون يعمل لك 3.25 مي يقبل هذيك ولا عادي لا ما يقبلهاش لا هو من الاحسن انك تجيب الفالور نتاعك بالفلاش هذوما واذا كان عندك تبديل من بعض الفيركيل تبدلها بالكلافي دونك هذاك الاحسن باش ما تغلطش انت في حكايه الفيركيل والبوان نعملو اوكي
باش نمشيو للتاج نيميرو 2. قال لي ماسكي لي لينيا 29 و 30. نمشي للينيا سيليكسيوني لي لينيا بيان سور 29 و 30. هذه ال 29 وهذه ال 30. انا جوني بحذا بعضهم ساهل. اذا كان ما يجونيش بحذا بعضهم نسيليكسيوني وبالكونترول نسيليكسيوني اللي بعيده يعني. هنا جوني بحذا بعضهم. دونك شنو باش نعمل؟ دونك بوتون دووا ماسكي يتمسك يختفي. نمشي للتاش نيميرو 3. configurer la feuille de calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt reste visible lorsque vous êtes défilé la feuille verticalement. به هنا اش قال لي؟ قال لي وقت نحب انا جو ديفيل التابلو نتاعي verticalement لونتيت هذه تقعد فيكس. Donc, et nahuni, pour faire l'affichage jusqu'à la ligne 9, je dois cliquer sur la ligne 10. Et là, je clique la ligne 10. Donc, là, pour fixer les lignes qui se trouvent au-dessus. Bon, nous sommes dans l'onglet affichage. Bien, mon bat, là, on dit. Fait l'affichage figé. Les volets. Les volets. On aime chez figer les volets. Chez où les nains. Qui n'a pas tout notre là. Il y a tout qu'un. Les tartes neuf. Sauf tout humain. Qu'est-ce qu'il m'a cloup. On aime chez où les tâches numéro 4. قال لي هنا في التاش نيميرو 4 vérifier que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corriger l'erreur de la zone de texte en ajoutant fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement. Ben هوني pour vérifier l'accessibilité, je clique sur l'onglet révision. هذه révision. Vérifier l'accessibilité. هذه vérifier l'accessibilité. ش نلقاو هنا؟ قالنا تيكست دو رومبلاسمون مانكون. كي نكليك عليه نلقى هذيا الزون دو تيكست هذيا. نكليك عليها بالبوتون دروا هذيا تيكست دو رومبلاسمون مانكون. جو كليك دوسو به وهنا ش نعمل؟ موديفيي لو تيكست دو رومبلاسمون. عاود لحظة بركة. مدام فاطمة. أيوة. ونجي لهوني ونحط التكس هذيك التيتر اللي عطاه لي فورنيتور سكولير. سامحوني. مدام فاطمة. نعم تفضل. فاطمة. يظهر لي الفيرسيون اللي عندك هي اوفيس 365 هكا ولا اللي تخدم عليها انت تو. لا عندي اوفيس 2016. انا جد الدار وترجع. نعم والله واضحه هذه الفيريفي لاكسيسيبيليتي ولا لحظه بس مدام هنا pour vérifier مثلا اللي ما فما اللي صارت الفيريفيكاسيون دونك نعاود انا هوني ديجا كتب لي هنا ميساج قال لي اوكان بروبليم داكسيسيبيليتي نايتي ديتيكتي دونك باش نعاود انا نعمل فيريفي لاكسيسيبيليتي هنا حتى تكست مونكون شفتو دونك سي ريغلي دونك هذا بالنسبه للتاش نيميرو 4
شكون عنده سؤال؟ المنيو المنيو اللي عندي تو ريفيزيون ريفيزيون اللي عندي تو اوفيس 2016 برو وانت انا كنشوف فيك تدخل يخرج لك اوفيس 365 نو ولا ال الفيريفي لاكسيسيبيليتي ما تماش عندي مثلا ريشيرش انتيليجونت موجوده انا هذا 2016 انا اللي صابته لوفيس 2016 واضح 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 باش تثبت بالفعل فيريفي لاكسيسيبيليتي ستاتستيك دو كلاسيرز ما عندوش لوفيس 2016 معناتها لازم اوبليغاتوارمون يصبوه باش يعدي التيست هو اللي كي باش تعدي التيست راهو اون ليني سور اون ماشين فيرتوييل باش تصب 2016 لك انت باش تترين عليه واضح شكرا دونك كملنا البروجي نيميرو 3 جو في فيرمي نتعدى البروجي نيميرو 4 دونك كيف العاده نحل لي كيستيون باه دونك هوني عندنا هذا البروجي نيميرو 4 نمشيو للتاش نيميرو 1 شنو تقول لنا Configurer la feuille de calcul achat de moteur afin que les entêtes de colonnes en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. Donc, on a dit l'achat de moteur, je veux l'entête, les entêtes en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. Ben, là, je vais aller à la mise en page. Je vais imprimer les titres. Donc, ligne à répéter. Je vais cliquer sur la ligne 9. OK. Et là, où B. Mais je ne suis pas à l'étage numéro 2. Remplacer simultanément toutes les instances du texte pick-up par le texte caravane. Donc, on y donc l'outil de remplacement CTRL H. Je vais donc je vais la copier pick-up CTRL V. Je vais la remplacer par caravane. CTRL-C, CTRL-V. On va remplacer tout. Donc, on va faire 7 remplacements. On va faire pick-up et on va faire caravane. Fermé. On va faire la tâche numéro 3. Donc, la tâche numéro 3, je vais le prix réduit est de 95% du prix normal. Donc, modifier la colonne J pour afficher le prix réduit de chaque véhicule. Donc, il y a ici, donc, le prix réduit, je vais le faire. Je vais faire l'égal à l'intérêt. Je vais voir le prix. Je vais le faire 95%. On va faire l'entrée. دونك ونمشي نهبط بالبلوس هذيا حتى لاخر تابلو به هذيا البري ريدوي نتاعي به نمشيو للتاش نيميرو 4 شقالي هوني قالي ابليكي لو بران تاني ستيل دو تابلو كلير 17 ستيل دو تابلو كلير 17 او تابلو اشا Donc, là, on doit sélectionner donc, le tableau. Comment on le sélectionne, le tableau Hedea, qui m'a coté comme Serika. Donc, je vais faire le CTRL SHIFT, donc, belle flèche droite,
ومن بعد نهبط به بالفلاش دروات يتسيليكسيونيني اوتوماتيكمان. ومن بعد هنا اش قال لي شي حب هوني يحب ميزون فورم نتاع التابلو باه مش نمشي للاكوي وميتر سو فورم لو تابلو هذيا وباش نختار ستيل برانتاني كلير 17 برانتاني لوج عليها كلير 17 نحط هكا الكيرسور نتاعي باش تظهر لي هي ولا مش هي دونك هذه هي اوكي وهنا جو كوش مون تابلو كومبورت دي زونتيت ما ننساوهاش خاطر انا عندي دي زونتيت حاضرين في التابلو نتاعي نعملو اوكي دونك هذا هو الما كريي مون تابلو به هذا بالنسبه للبروجي نيمرو 4 Ça y est, on a terminé. Je vais le faire. Ne t'attendez au Tawa, le projet numéro 5. Donc, quel est le test en Word? L'Excel est en Oui, je vais faire les questions. نبدأ بالكيستيون بالكيستيون نبدأ بالكيستيون نمرو 1 Dans la feuille de calcul éducation physique, insérez un graphique sparkline histogram pour chaque sport comportant des descriptions au cours des 5 derniers trimestres. Colonne de la tendance. Donc, on y a histogram تيب يربي جرافيك سباركلاين تيب نتاعو هيستوغرام دونك باش نمشي بيان سور للانجلي انسيرسيون هنا عندي الجرافيك سباركلاين يحب الهيستوغرام هنا بيان سور جو في سيليكسيوني البلاج دو دوني اللي حاجتي بها اللي هو قال لي هنا لي ديرني هنا بوندون شنو قال لي او كور des cinq derniers trimestres. Donc, je vais sélectionner Ezuma. On a mis... OK. C'est l'histogramme. Si on veut marcher, bien sûr, l'autre, on va mettre le plus. On va mettre l'autre tableau. Il y a l'histogramme. C'est tout à l'heure, vous avez dit, madame. خذيت التوتال هنا خذيت التوتال معاه باه جو في فيريفي ميرسي دونك جو ريبيت انسيرسيون جرافيك سباركلاي ناخذ البلاج دو دوني نتاعي دونك جو في سيليكسيوني حطيك شي 5 تريمستر هكا سافا Ça va. OK. Et je vais glisser. Merci. Merci, collègue. Je n'ai pas fait attention. C'est vrai qu'il y a une arrivée totale. Donc, je trouve ça a été un management tabha ou édicat de Samaralta. Fait l'examen. Donc, les amis, le wahed mrakaz ou mon tabah, les sélections mta'o, le wini hot le curseur mta'o, etc. Bah, nous chouons les questions numéro 2. Dans la feuille de calcul programme annuel, donc il y a le programme annuel, donc Nash Kali, créer un tableau pour la plage de cellules A9G9. Incluez la ligne 9 comme ligne d'entête. Hna, bien sûr, je n'amel A9. Hatikshi, tableau kemel yani, je n'imshi n'amel klaada pour sélectionner le tableau. Donc, CTRL, SHIFT, flèche droite, flèche bas. Bad, onglet insertion. Bad, je n'imchi, tableau. Création de tableau. On a, bien sûr, l'anti, les entêtes m'téri, on colle OK. Et d'ailleurs, j'ai créé mon tableau.
به هذا بالنسبة للتاش نمرو دو. شو للتاش نمرو دو؟ Afficher la feuille de calcul conclusion. Comment je vais afficher? Je clique sur n'importe quelle feuille. Là. Ou clique sur le bouton droit. Ou on fait afficher. Donc, là, je te donne la conclusion. OK. OK, tu te donnes ma feuille de calcul masquée. Elle va être affichée. Mais, n'imchi ou taoua la question numéro 4. Ajoutez le titre de texte de remplacement inscription des athlètes au tableau éducation physique. Donc, hna n'imchi ena la feuille de calcul éducation physique. On clique, donc, clic droit. Éducation physique. هنا ما جيبليش التابل ما جيبليش التابل نورمالمون يجيب لي التابل جوفي ايسي كي كليكي فوالا هنا يجيب لي التابل دونك هنا باش نمشي للتكست دو رامبلاسمون Je vais donc copier C. On met le titre là, CTRL-V. Donc, c'est le projet numéro 5. Rabia, عاود لنا كيفاش جات الطابل. Je clique sur le bouton droit. هنا ريتا هنا تابل. وتجي هنا texte de remplacement. وتحط التكست اللي عطاه لك في الكيستيون. نتعدي على البروجي نمبرو 6 به دونك هنا مدام فاطمة قد ايه فما من بروجي في الاكزام في الاكزام فما بروجي واحد برك وقد ايش من كيستيون لا فما 5 ل 7 بروجي اي معناتها بشد كل مره انت يعطيك دي كيستيون على نفس الواحد ولا انا نسيت لما حاله انا من 2003 من 2013 كيما هكا مدام كل بروجي فيه 5 6 كيستيون كيما هكا بالضبط كيما هكا بالضبط كيما هكا بالضبط سوفيان عدى ما صابلوش برشا ديجا هو يجم يفيدنا كيف ما هكا كيف ما هكا بالضبط يعطيك 5 تيست وفيهم كل واحد من الخمسة للسبعة مرات خمسة مرات سبعة مرات ستة قد ايه عندك 13 يعطيك 50 دقيقة ولي كيستيون كيما هكا بالضبط كيفهم بالضبط يعني الكيستيون كيما هكا بالضبط ما يتغير حتى مثلا لا يغير لك النص ولا الجدول اما نفس السؤال لي دوني يبدل في لي دوني اما الاسئلة هما بيدهم إذا كان أنت تخدم لي تيست هذوم الكل لي تيست هذوم لي بروجي هذوم الكل تخدمهم مرة وسنين تمشي تعدي ليكزامان سي سيغمون باش تنجح يعني لا مرة واثنين شوية مدام لازم يحفظهم خاطر يزم يتعود خاطر ماشين فيرتويال صعيبة شوية معناها تشد الوقت يزم هو يكون حافظهم إي لازم يتعود تعود برشا الحاجة بلاصتها وين؟ أنت توا في الأونلاين حاجة مزيانة أنك تنجم تستعمل أوراقك قدامك. يعني مش كيما عدينا قبل في الكريفوك يعني أوكان عندك الكوريكسيون ما تنجمش تمشي له. عندك الكوريكسيون الوقت يتحكم فيك، الكوريكسيون محلولة. أنت ترجع للكوريكسيون ويفوتك الوقت، إذا كان باش ترجع للكوريكسيون الوقت ما يكفيكش. صحيتك، أنت لازمك تترينى عليهم. وتحط قدامك الكوريكسيون مش مشكلة يعني
وتخدم على روحك. احنا كي عدينا في الماس 2013 وكان دوكيمو اوتوريزي يعني اللي في مخك تصبوا لازم وقدامك لازم انت بالطبيعه ماكش ترجع الكل مش ترجع الكوريكسيون كلها ما في ما على الاقل 12 ترجع الكوريكسيون انا تلقى في ديفيكولتي ترجع لها الاخرين هكا بيتشيك صحيح. سامحني يا مدام الكوريكسيون سو فورم نيميريك ولا معناتها فيديو ولا نجم حتى في اوراق في يدك انتي باش تعدي في دارك هو معناتها ما يراك حد لا الكوريكسيون وراك يجي بي دي اف كوريكسيون اون لينيا لا لا يعطيك لي بي دي اف موجوده بي دي اف شنو هذا يا بي دي اف بي دي اف بي دي اف عندك ها بي دي اف ميرسي ايه مدام نعم لي كيستيون ريبونس لاكيه في الماشين فيرتويال يعني كي شي ولار الماشين فيرتويال يعطيك هنا دي بوتون يقول لك سو متر نتذكر هكا انا خاطرني انا راني عندي 3 سنين تالي عديتها الموس 2013 كما قلت لكم ما نتذكرش بالضبط لي كونديسيون دان اكزام اما عندنا زملائنا توا عديو هما يفيدونا خير من اللي انا نحكي اللي نتذكروا فما بوتون يقول لك سو متر جو كروا سو متر اي موجوده كيسيون تعديه بالصحيح يعمل لك فلاش يعني فلاش خضراء اللي انت صحيحه الكيسيون هذيك باش تعاد الكيسيون اللي بعدها نتذكر حاجه انه يعطيك الكوريكسيون قدامك يعني لوين تحب توصل هذه نتذكرها زيدا ما نعرفش اسكو ولا لا 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 مش هكا يا مدام فاطمه هو يعطيك البروجي فيه بريسك 16 بعد ما تكمل البروجي نتاعك تعمل سوميتر اما ما يعطيكش خدمت صحيح ولا خدمت غلط بالله يعني كملت التاش هذيك تتعدى اللي بعده كملت التاش هذيك انا نتذكر عديت في 2013 يعمل لي كوشي خضراء يعني انت عديت هيك اللي تاب صحيحه نتذكرها هكك لا 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 اذا كان متاكده اذا كان متاكده تعمل كوشي خضراء معناها ما ترجع لهاش ماكش متاكده تعمل كرواه حمراء باش من بعد ترجع لها فهمتك واحدة كده تعمل ملي كوشي الحمراء والخضراء يعطيك الريزلتا ولا المره هذيك الريزلتا كان كي تكمل كان كيف تكمل يعطيك سكور نتاع ترجع للسيرتي بورتال تلقى الريزلتا فهمتك فهمتك باهي ميرسي هو دو بريفيرونس ما نحطوش الكوريكسيون بحذانا باش ما تضيعلناش التركيز اي لازمك تكون متريني بالباهي على الكيسيون وكاو يعطيك الصح فهمتك يعني يلا ان شاء الله بالتوفيق أم المفيد برشا برشا تدريبات مدام فاطمه نعم يلزمنا برشا برشا تدريبات بيرسونيلمون جي جامي يوتيليزي الاكسل ما استحقيتوش فرونسي فانتون الوغ يلزم برشا 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 تدريبات مش لي كوبي ولي كوريكسيون باش يعاونونا يلزمك تيلمون اون سونترين كو اون سادابت تو تيب ديكزيرسيس ما يجيب كان البراتيك ونجمو نجاوبو اي صحيتك دونك انت توا مثلا التسجيل هذايا نتاع الحصه هذيا تحل الاورديناتور تحل لي تيست وتقعد براتيكي كل مره تبراتيكي باش يدك تخف باش انت نهار ليكزامان تلقى يدك خفيفه على لي كيسيون الكل ان شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل المفيد ما نهجوش يعني ما نهجوش مش صعيب مش حاجه مدام فاطمه وي كل واحد شنو هو الفيرسيون تاع لوفيس اللي عنده هذيك كيفاش ضيعنا لوفيس 2016 لازمك اي واللي عنده 2000 واللي عنده 365 واللي عنده 2019 واللي عنده 2010 هي موست 2016 هي مو بالنسبه لل 2013 ما ثم حتى فرق حتى فرق اي بريس اللي عنده 2013 ما ثم حتى فرق بريسك هو بيدو ثم شويه ثم ديفيرونس كمان المفيد اللي يحب يبراتيكي وحده في الدار هذا به يصب لوفيس 2016 باش يلقى الانترفاس هي بيدها ما يدخلوش فهمت تحبوا نعطيكم لوفيس 2016 نعطيه لكم توا في الشات اللي حاب يصبوا يصبوا اي ما اي بربي مدام فاطمه سيلفو بلي باهي تو نحطوا لكم من بعد سيلفو بلي نكملوا البروجي 6 و 7 ونحط لكم لوفيس 2016 تصبوا ما انا عندي الفيرسيون على 64 بيت راهو سيلفو بلي مدام اي تو نحطها لكم في الشات فرد مره حبطوهم باغمي لي دوكيومون اللي عندكم باش تهبطوهم باهي وين احنا وصلنا مدام فاطمه بلي سمحني مدام تفضل 365 انا عندي ما نعرفش يوتي ولا يلزم 2016
والله انا اللي قالوا لي لازمك تصب 2016 ما نعرفش معناتها اونيتمون معناتها باش نقول لك اخدم عليه ومن بعد تلقى مثلا تغيرات جو سي با ما انا فهمت انت من المستحسن انت مش تعرف تصب 2016 وكهو ما في حد شيء وليد بازي اسمع اهلا يا وليد صافا شنو لك يا وليد لاباس الحمد لله شنو لك انت شنو حوالي مين لاباس الحمد لله عايشك بلي حبيت ان نعاون الجماعه سمعت شويه تساؤلات معناتها نجم نفيد معناتها بالدي جي تبارك الله سي وليد ما شاء الله اسمه اكبر منه يعني استاذي مشكوره بلي لي كونديسيون حبيت نحكي على لي كونديسيون وقت مش يعديو الزملاء الاكسير بالاخص تو ثم شكون سمعت قال ما عنديش كونيسونس كبيره ولا ما نخدمش مانيش متعود به حاولوا باش تاخذوا عندكم انتم اخر دولي فان جوان ما تزربوش رواحكم حاولوا باش تتبعوا تعودوا تخدموهم معناتها ترجعوا للفيديو نتاع مدام فاطمه مش تحطوا معناتها من بعد باش تشوف الكوريكسيون راهو بحذاك ولا وراق ولا حاجه راهو ممكن الوقت يزرب عندكم 50 دقيقه وبعد توزر الوقت راه تلقى سي كمل وانت مازلت ما كملتش لي بروجي الكل اي صحيح كيف ديسبوزيسيون معناتها كل معناتها كل بروجي فيه معناتها لي تاش كيما نقولوا احنا انت ثم الكيستيون قدامك كل تاش تخدمها ثم بوتون لوطه تاش سويفونت وانت فما تمركيه معناتها ثم الدرابو هذاك الدرابو اخضر تمركيه الكيستيون كم كوا انت كملت وثبت منه كانك انت وحلت في كيستيون مركيه اللي هو نون فيني بالمركي معناتها عندك دو شوا علاش انت بعد كي تكمل الكل لي بروجي الكل هو يعطيك ريزومي يقول لك ما هما لي كيستيون اللي مركيتهم نون فيني باش تجم ترجع لهم راه تجم ترجع لهم وكل بروجي كملت لي تاج نتاعو الكل ثم بوطون فوق على اليمين معناتها اللوطة بحذا الكيستيون يقول لك سوميتر لو بروجي باش تنجم تتعدى البروجي اللي من بعده. به حاجة أخرى كما قلت أنتم على الأول الكونت سيرتي بورت سي أول حاجة تعملوها راه سيرتي بورت على خاطر الجماعة معناتها مشكورين بالسمارت فيوتشر أنت مش تريزيرفي في الدات اللي تحب عليها أنت هو مش يحلك كما نقولوا مش يبعث لك الميل فيه معناتها اليا مش تحل لك النافيغاتور مش يحل لك هو ما استحقش انت راه ولا اللي انت تكون انستالي 2016 ولا 2013 دونك انت مش تخدم بالماشين فيرتوال معناتها باللوجيسيال اللي انستالي في السيرفر نتاعهم جيست اول حاجه مش يطلب منك مش يحل لك فناتر اوتوماتيكمون سيرتي بورت مش تكتب انت اللوجين والمود باس نتاعك وبعد تحط له أنت باش يكتب لي دوني نتاعو وبعد ديريكت مو تحلك السيسيون والوقت يبدا يمشي إين فوا كملت سي انستونتاني معناتها بالوقت يعطيك الريزولتا نتاعك قداش السكور نتاعك نذكر راهو السكور على 1000 ولازمك على الأقل 700 أي صحيح وبعد كي يعطيك الريزومي 700 مانيش متكونين معناتها الميزون فورم نتاع تكست ولا كما نقولوا احنا وورد في الإكسل مثلا لي فورمول عندهم سكور الجرافيك عنده سكور الميزون فورم عنده سكور وكل واحد يقول قداش عندك البورسنتاج او نعرفش معناتها اي واحد يحب يسال مثال عشان انا نجم نجاوبكم وحظ موفق للجماعه الكل يعطيك الصحه سي وليد على الافاده والتوضيح وكيما قال سي وليد يعني لي كونديسيون د ليكزامان يعني أو هكا فسر لكم هكا شوية معناتها شنو أنت منتظرك معناتها نهارة الإكزام متاعك 50 دقيقة دي بروجي دي كيستيون لازمك تكون مركز توتالمون كما قال لكم معناتها كي تحس روحك سيء حاضر في الإكسل ريزيرفي ما تحسش روحك ما زلت ماكش حاضر في الإكسل زيد شوية أو عندك حتى كشيلو 30 وحاجة مزيانة يا سي وليد إنه عندهم ثلاثة فرص يعني إحنا كنا قبل اللي ما ينجحش تحب له وقت باش يعاود صحيح ولا قبل كانت هكاك أي تو ولي حاجة بيها ما نسوش راهو
اي مدام فاطمه السيرتيفيكاسيون هذه راهي بالفلوس احنا راهو هذه جاتني غراتويتمون اي معناتها سي اون شانس او جامي اي ايوه اوكي وليد دخل الوقت يحسن زاد يحسن من كيما نقولوا احنا من المستوى نتاع ليتيليزاسيون سواء في الوورد ولا اكسل ولا باوربوينت معناتها فهم برشا حوايج بالحق كي تعمل السيرتيفيكاسيون احنا ما نعطيهمش اهميه بالكل وهي تعاوننا برشا في الخدمه معناتها صحيح صحيح يعطيك الصحه سي وليد على للاسف مدام فاطمه للاسف مدام فاطمه بالنسبه للاساتذه الحقيقه ما تلاقينا حتى تكوين لا باوربوينت لا اكسل لا حتى واحد عكس المعلمين يظهر لي برشا خذاو توجد عنده شهاده 30 ساعه 35 ساعه باوربوينت لا لا يا مدام هادية حتى المعلمين ما عندهمش تكوين في الكل في الانفورماتيك يا هادية يا هادية توا عالم الرقمي موجود توا الدنيا ثورة رقمية موجودة ما شاء الله وتوا ماذا بينا احنا الأساتذة متاعنا وزملائنا يكونوا عندهم اوتو فورماسيون يعني كل شيء موجود على الانترنت كل شيء موجود على اليوتيوب حتى الزملاء المعلمين ولا الأساتذة راهو بالنسبة للإنفورماتيك خاصة المعلمين تكوين ذاتي بخلاف الزملاء اللي انتوما اللي عاملين الإنفورماتيك معناتها شهادتكم هذيك الأخرين راهو كلهم يا أخي احنا كقرينا الإنفورماتيك قريتوش هذا يا صحيح ما قريتوش لا صحيح ما قرينيش هذا احنا ديجا حتى كي دخلنا شوف قدر حتى الأستاذ في عبد الرزاق هذا وشي لا لا سي فهم شوف شوف تواك احنا قداش من معلم واستاذ كيف نشوفوا العدد معناتها 57 ولا 56 من با معناتها يعني راهو الناس ثم شكون يبحث على المعلومه ويجي لها وثم شكون يحب يجي وحتى كيف يجي وهو يقول له هاي فورماسيون ما يدخل ان شاء الله غلب يعني ما راهو تكوين ذاتي وتكوين شخصي معناتها مثالش احنا يا سي فهم معناتها نشجعوا بعضنا هم بارتاجيوهم ونشجعوا بعضنا يا اخي نشجعوا بعضنا احنا اوني لا بوغ معناتها نحطوا اليد في اليد راهو احنا كي ما نعاونوش بعضنا وراهو احنا ما نصيروش ولا بالحق ما نستناوش حد باش يعمل لنا الحاجه احنا نعينوا بعضنا باذن الله والكل لصالح صغيراتنا صالح تلامذتنا باش نحطوهم معناتها دون لو بون فوا دونك ميسيلاش نكملوا البروجي نيميرو 6 و 7 ومن بعد اذا كان فما حاجه نحكيوهم بعد داكوردو باهي نكملوا البروجي نيميرو نزيدو نكمل مدام فاطمه شويه نصائح للتحضير معناتها من بعد ان شاء الله نزيدو نحكيو فيه اي يعطيك الصحه وليد باهي نمشيو للتاش نيميرو 1 في البروجي نيميرو 6 دونك قال لنا هنا قال لنا دون لا سيلول ك 10 دو لا فوي دو كالكول لي فوروم insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Donc, il y a, je parle de la première chose, les sélectionner les cellules que je vais mettre la fonction. Il y a le CADIS. كل عادة أنا بون نجم نحط في الزون دو نون كاديس بأهي واضحة عندي الكاديس مش معناتها بعيدة برشا دونك هوني ايش قال لي قال لي نحبك تحط لي دونك نمبر سي pour calculer le nombre des groupes de 12 personnes ou plus. Donc, il y a nb.si. Bon, elle a عرفها nb.si. قال لي كيفاش عرفتها؟ Donc, il y a معناتها شعمل لي هنا قال لي insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus même si l'ordre des lignes est modifié. Donc, je t'ai dit nombre ou femme condition. Donc, il y a donc نعملو nb.si. هوني جو في بيان سور سيليكسيوني البلاج نتاعي اللي هي بينيفيسيير هنا وهنا اش قال لي في الكريتير الكريتير سوبيريور و ايغال ا ايغال ا 12 نعملو اوكي دونك عندي هنا لو نومبر سي جروب باه باه نمشيو للتاش نيميرو 2 دون لا سيلول ك 11 دو لا فوي دو كالكول اي فوروم انسيري اون فونكسيون بور كالكولي لو مونطون توتال
des ventes à partir de la colonne totale pour les groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Presque c'est la même. Donc, je vais vous dire K11. C'est le K11. Donc, je vais vous mettre le IK avec le عادة. Et là, la fonction que je vais vous mettre, c'est somme-ci. Somme-ci. Je vais sélectionner le عادة. Donc, le plage MTI, le plage MTI, il y a bénéficiaire qui m'a sérieux. Donc, on a installé le contrôle shift flèche bas. Donc, le critère MTI, on a supérieur ou égal à 12. Ou somme plage, il y a total. Total, il y a total. Donc, il y a un نعمل كنترول شيفت وفلاش با بور سيليكسيوني ونعمل اوكي ويجيني هنا بيان سور السوم باه نمشيو للتاش 3 دونك هنا اش قال لي قال لي دون لا سيلول سي 8 de la feuille de calcul les forums insérer une fonction pour regrouper le nom et le prénom du donneur en les séparant par une virgule et un espace. Voilà l'exemple Campbell ou virgule espace David. Donc, je vais mettre le curseur ici. Je vais sélectionner. Bon, ici, je vais mettre la formule et mettre l'égal ici. Je vais mettre la fonction qui est concat. Donc, ici, qu'est-ce que je vais sélectionner? Donc, ici, le texte là où il est non. On met le texte ثاني هو الفيرغول اسباس والتكست الثالث اللي هو البرينوم هذا شو طلب مني نورمالمون هكا نورمالمون سافا دونك اوتوماتيكمون يجيني نو فيرغول اسباس البرينوم باه نمشيو للتاش نيميرو 4 Tâche numéro 4, dans la feuille de calcul et forum, retirez la fonctionnalité de tableau du tableau. Conservez la mise en forme des cellules et l'emplacement des données. Donc, type de tableau, et d'ailleurs, je vais le type de tableau. Donc, sélectionnez n'importe quelle cellule. Création de tableau. On a convertir en plage. Oui. Le dos, un petit Yanni, voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Même sur la tâche numéro 5, insérez une numérotation des pages au centre du pied de page de la feuille de calcul et forum en utilisant le format page 1, 2, point d'interrogation. Béhouni, je n'aime chien à l'affichage de mise en page. Unjil Huni Luta, je n'aime pas. باش نلقى استنوني هنا نمشي لافيشاج ميز ان باج انجلي انجلي كرياسيون وين هنا افيشاج افيشاج ومن بعد ميز ان باج نو سي با سا هذه هي وين موجودة دونك ميزون باش نورمالمون هنا يعطيني البيو دو باش لي كرياسيون
شكون يعاوني فيها هيديا؟ ما لقيتهاش. السؤال مش واضح في هيديا. استنى نعاود السؤال. هناش قال لي انسيغي اون نيموغاتاسيون دي باج او سونتر دو بيي دو باج دو لا فوي دو كالكول اي فورام. بهنا هوني في الفورام ريتها به اش قال لي نحبك بيي دو باج تحب يحب بيي دو باج اللوطه تحط فيها التيب هذيا الفورما هذيا باج 1 2 بوينت انتيروغاسيون. دونك انا هوني نورمالمون كي ننزل انا على الهدية texte فما تلقى pied de page en tête de pied de page فما pied de page وين تلقى pied de page وين هي insertion texte تلقى pied de page تلقى فيه insertion texte في الاخر اي texte وين هي texte في الاخر بالكل في ادروات في الاخر بالكل قبل الاخراني texte كليك عليها تلقى pied ايوه بيه وين اش حاجتي هوني حاجتي بالبي دو باج مش بالونتيت هي بالونتيت ما لقيتهاش بيه خمسه كرو نعاود نحل ترى خاطر نسيك خدمتها مريقلة هاكا شفت هنا البي دو باج انا وسعيك كي حطيت هنا لافيشاج اون ميزون باج جيت للبي دو باج دونك هنا في البي دو باج باش نجي لهوني ونعمل بي دو باج هاي الفورما اللي حاجتو بها باج 1 2 بوين دانتروغاسيون هذه هي سعيك ما حبتش ما نعرفش علاش ما حبتليش به هذا هو الكيستيون نيميرو 5 سي به نمشيو اخر بروجي باش نكملو لي بروجي نتاع اليوم دونك نسكرو هذايا باه هذايا فيه لي غرافيك باه بروجي نمبر 7 نكملوا حصة اليوم بالبروجي نمرو 7 إن شاء الله الحصة الجاية نعملوا الويت حتى كشل التخيس بيه دونك نمشي للتاش نمرو 1 دونك دون لافي دو كالكول كونسوماسيون اتوليزي اونيكمان لي دوني هذه هي كونسوماسيون دونك شقالي هوني استنى نحط الشارجور متاع البي سي سمحوني dans la feuille de calcul consommation, utilisez uniquement les données des colonnes produits et total pour créer un graphique en secteur 3D. Graphique comme Camembert en 3D, positionnez le nouveau graphique à droite des histogrammes. Beh, donc, là, première chose, c'est ça. نزيد نكبر هكا باش يظهروا لي هذوما لي فورمول قال لك هنا اش قال نعاود للتاش نيميرو 1 دون لا فوي دو كالكول كونسوماسيون هذه هي الفوي دو كالكول كونسوماسيون اوتيليزي اونيكمون لي دوني دي كولون برودوي او توتال بور كري ان غرافيك اون سيكتور 3D بوزيسيوني لو نوفو غرافيك ا دروات دي هيستوغرام باه دونك هنا اون سيليكسيون لا كولون برودوي ou sélection la colonne totale. نخدمو بالكونترول اش قال لي هوني باش نحط نعمل je vais insérer un donc secteur 3D هذا secteur هذا secteur 3D به اش قال لي هو قال لي نا positionner le nouveau
جرافيك ادروات هذه يا ادروات نورمالمون هذه هي تاش به نمشيو لتاش نيميرو 2 Dans la feuille de calcul consommation, ajoutez la série de données totales à l'histogramme graphique trimestriel. Donc, na. Madame Fatma. Oui. Positionné à droite. En principe, il y a dans l'insertion de la graphique, il y a des options avec les trucs dans l'examen. ثم اوبسيون موجوده في الانسرسيون تاع الجرافيك لوجو عليها هذه لاكور ممكن نقولها ابري 3 كليك مش من الاول كنت ممكن تفسخيه الجرافيك نفسخوا الجرافيك شوفي الاوبسيون تلقى ادروات اي من المستحسن اي خلينا نشوف نعاودوا باش نشوفوا نعاود باهي انسرسيون جرافيك باه نعاود نعمل كونترول البرودوي وتوتال ونمشي انسرسيون سيكتور 3D به ومن بعد هذه البروبريتي ش قلت لي انت عملته بوزيشن هذه اي انزل بلي انزل بروبريتي ثم بلاصه فيها اي في البروبريتي غادي اون برينسيپ Déplacer. Les trucs qu'on va faire dans l'examen. Wallahi, l'ordinateur, je ne sais pas si c'est ça. En principe, il y a une propriété. Il y a une propriété. Ou il y a une propriété. Il faut déplacer à droite. Il faut déplacer à droite. Ok, ok, ok. Ok, je pardon. ما يسالش بالعكس كان ثم افاده وحد يقول لنا حاجه تفيدنا انا جو سوي لا راني نتعلم معاكم مانيش فهمتي معناتها انا جي اس اي ما عندي اس اي نعم انا كنا نتعلم مادام اي صحيح نتعلم من بعضنا ديما نقول نتعلم راه اي بالطبيعه كيما قالوا الزملاء تلمونت الاكسل ما عادش نستعملوه دونك ديما معناتها قد ما نستعملوه ديما نتعلمو به هذايا بالنسبه للاكتيفيتي للتاش نيميرو نيميرو 1 دو نمشيو نيميرو 2 به اش قال لنا في التاش نيميرو 2 بس بالله سامحني يا مدام ما ناخذوش لي تيتر دي كولون برودوي وتوتال وقت اللي نصنعوا الجرافيك مش لازم تاخذهم ما سي با سي با اوبليغاتوار باش تاخذهم حاجتي بلي فالور اللي في وسطهم انا باش كونت السيكتور هذايا كي تحب انت تزيد مثلا لي تيتر لي زيتيكيت ولي تيتر هكا تيتر دو جرافيك هنا عندك هنا لي تيكيت دو دوني عندك هنا ليجوند هو حسب ما يقولك شنو تحب تجوتي مثلا فهمت ديجا فما دي كيستيون باش نخدمو على لزون معناتها لاكس دي زابسيس ولاكس دي زورني لي ديزوردوني طلب منا لي تيتر في لي تاش هذوما لحظه بركه حتى نمشيو هذا التاش السويفونت تو تشوفهم به خاطر انت هنا كي انت باش تسيليكسيوني لي زونتيت معناتها قوش عليك باش تعطيه لي تيتر نتاع لاكس دي زابسيس ما فهميش هنا دي زاكس هنا عندنا سيكتور فهمت دونك سي با اوبليغاتوار جو بونس شكون عنده افاده الزميلة بو انا هذا اللي تخزيه التيتر يا فاطمه التيتر تاع 2013 في الانسيرسيون تاع الجرافيك يقول لك ابارتير دو مثلا بي 9 عندنا نحن توا بي 9 حتى البي 12 معناها لونتيت موجوده معناها راهو كله بالحساب راهو معناها ما عندناش شوا فيها لهنا ما عندناش اون برينسيپ وجد لا كيستيون انت تخيل انه اذا كان انا ما حطيتش لونتيت تسمى كيستيون غلطه هذه نو ممكن سراس سانكسيوني عليها مش كلها ما تنقص اون برينسيپ تنقص في السكور حتى هو الجرافيك الجرافيك شو اسمه هذايا السيكتور ما يحتاجش لونتيت يعني فهمتني جكرو هكا ما نعرفش مش كيما لي زوتر تيب دو جرافيك وما نعرفش شكون يشاطرني الراي شكون يعترض معايا ما
ما نعرفش، هذا هو انا حسب اللوجيك اللي في مخي والله اعلم به. انت فاطمه عاودي جربي انت وخذيهم التيتر معاهم وشوف كيفاش باش يخرج لك. باه الله يبارك. دونك جو سيليكسيون برودوي او توتال ونمشي انسيرسيون سيكتور 3D. هذا هو بالضبط، يعني واحدة واحدة تصرف، اعطيت تيتر ايه اعطيت تيتر للتوتال. هو دونك ما هو هذا يعطى تيتر دو جرافيك توتال، مي سي با سا، غلط بالعكس اللي كيما عملت انا هو الصحيح. سي با سا. لا مدام علاش غلط؟ اللي قبلها بالضبط مكتوبه اجوتي تيتر دو جرافيك، فوالا انا مكتوبه تيتر دو جرافيك تو. اي هنا ما تطلبش منك، هو فتاش يا زميلي، فتاش هوني اش قال لك؟ قال لك دون لا في دو كالكول كونسوماسيون اوتيليزي اونيكمون لي دوني، قال لك لي دوني، ما قالكش، قال لك المعطيات نتاع لي كولان برودوي او توتال بور كري ان جرافيك اون سيكتور 3D graphique convert en 3D positionner le nouveau graphique à droite des histogram. انا اللي طلب مني عملته، فهمتني؟ هو اللي حكى على تيتر ولا حتى شيء، فاش قاوني نعمل في التيتر تو، فهمتني؟ ولا واضح وما طلبش تيتر. هذا واضح، ما نزيدش حاجات من راسي شكروا، انا نكتفي بالكيستيون اللي عطاه لي مدام. المفروض اللي خدمته راه صحيح، راه هو المطلوب، هكا هو انا هاي مقتنع باللي خدمته، ما نعرفش. باه نمشيو للكيستيون نيميرو 2. مدام سمحني، التيتر دي جرافيك راهو السيكتور هذا، حتى كي تسيليكسيوني لي تيتر ماهوش مش يكتب لي تيتر، هو اللي ديتكتي اوتوماتيكمون لا ديرنير كولون. تري بيان، خاطر هو التيتر مثلا في هيستوغرام بار اكزومبل، هيستوغرام ولا كور ممكن يولي هو معناتها لازمين، معناتها اللي نون دي كولون يا وليد. يعني حسب التيب. باه به هنا في التاج 2 قال لنا، قالنا دون لا فوي دو كالكول كونسوماسيون دونك اجوتي لا سيري دو دوني توتال اليستغرام جرافيك تريمستريال. دونك هنا عندنا جرافيك تريمستريال، هذا هو شطلب مني هنا. دونك جو في اجوتي لا سيري دو دوني توتال اليستغرام. هنا سهل برشا، راهو شوفوا هنا جو في سيليكسيوني لو جرافيك كيما انا عملت هوني توا، هو مش يعطيني لي بلاج نتاعو هكا ولا، شفتوا هنا لي بلاج، جوست نكمل انا لي بلاج نتاعو حتى يكشي للتوتال فقط، هذا هو هكا. كان جو في انكلور لو توتال في وسط ليستوغرام فقط، هذه تاش نيميرو 2. به تاش نيميرو 3 دونك هنا دون لا فوي دو كالكول دوني، دوني هذيا فوي دو كالكول دوني. دونك اجوتي لو تيتر نوفو روبا ا ليستغرام ليبلي لاكس فيرتيكال اليمون اي لاكس هوريزونتال كونسوماسيون. هنا يل سوفي دو كليكي لو جرافيك اللي قال لي عليه باش نجي ان كوبي دونك تيتر دو جرافيك. دونك جو في كنترول سي ونجي للتيتر هنا من فوق ونعمل كنترول في. به وش طلب مني في اللاكس في التيتر دي لاكس هنا؟ دونك هنا الفيرتيكال اليمون كنترول سي ونجي لهنا كنترول في وطلب مني في الهوريزونتال كنترول سي وكنترول في. هذا هو فما غلطة دور لي في الكيستيون لهنا. نعم دور لي فما غلطة في الكيستيون لهنا. تفضل دراشني الغلطة. les aliments والله تليجيم فرويت الكيسيون مش ونحن هو الكيسيون فما شو عندي فيه المفيد انا نخدم في المطلوب.
هو كيفاش حطيه لي ما يبنيش فيه. به نمشي للتاش نمبر 4. به دون لا فيو دو كالكول دوني ابليكي لو ستيل 3-2 اي لا كولور مونوكروم 2 او غرافيك اون سيكتور 3D غرافيك كوم كامينبير اون 3D. دونك هنا في الفوي هذه دوني قال لك ابليكي لو ستيل 3 اي لا كولور مونوكروم 2 في ال au graphique en secteur 3D. Liho heda. Je sélectionne, je clique le graphique donc, puis nomchi la création de graphique. Beh, hna, je vais modifier le couleur. Je qali hna fil couleur couleur, je qali hna le couleur monochrome. Monochrome chniya 2. Monochrome 2. Hadi ya le monochrome 2. Beh واش قال لي سيكتور 3D. وين هي سيكتور 3D؟ هذه سيكتور 3D. هذه هي به ها هذه ريبونس نتاع تاش نيميرو 4. به نمشيو لاخر كاستيون التاش نيميرو 5. دونك دون لا فيو دو كالكول دوني invertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Beh, chauffe, fin, fait donner. Beh, invertissez. Donc, l'histogramme est d'ahoua. Donc, création graphique. Invertir. Ah, il y a. Il y a invertir ligne ou colonne. Tu cliques à l'IA, tout simplement. Yeah. Intervertir. Intervertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Donc, on a huni. Intervertir ligne colonne. Donc, il y a les 7 projets qui font la partie Lula. Donc, comme on les a, je connais des questions, je connais des effets, des effets. دونك وان شاء الله ملتقانا الاثنين الجاي نكملوا لي زوتغ بارتي كيما قال خونا وليد يعني اللي يلقى روحه مازال في الاكسل مش متمكن دونك يزيد يخدم لي بروجي يعاودهم والبراتيك هو اللي يجيب ومازال عندكم الوقت لو 30 جوان باذن الله دونك عديوا الوورد عديوا الباوربوينت والاكسل احنا الاثنين الجاي باذن الله نكملوا البارتي الثانيه من البروجي نيميرو 8 حتى البروجي نيميرو 13 نوليو هكاك كنا شفنا تو لي ستيل دو كيستيون اللي يجم يجوك في الاكزامان دونك وعاود خدمهم قداش من مره باش تتمكن منهم وان شاء الله بون شانس وبون كوراج بور تو الموند نحب ان شاء الله افان ديسي دو فان جوان الناس الكل تتحصل على الموس 2016 اللي 3 ابليكاسيون باذن الله. مدام مرسي بوكو حبيت نسب الريجسترمون تبعثونا بارميل ولا نلقاو في الجروب فيسبوك تاو نهبطوا في الجروب فيسبوك تو سامبلومون باه اوكي مرسي بوكو ربي عينك يعيشك مرحبا بكم الناس الكل وبالتوفيق مدام حبيت نسالك بالفرنسي الو الاكزامان بالفرنسي ولا بالانجلي انت tu vas choisir la langue اعملو انت في الفورم انت في الفورمز نتاع سمارت فيوتشر ديجا هو يقول لك choisissez la langue و حبيت نسلك على انا اول خاطر مسيت كي حضرت معاكم ما حضرتش في الباوربوينت والوورد معناها نلقاهم لي كيسيون في الباوربوينت وفي الوورد نلقاهم انا بارتاجيت معاكم اللين كامل بارتاجيت معاكم في التشات يعطيك صحه بليه ارجعوا للتشات وتلقاو الدرايف اللي محطوط فيه كل زيكزامان كل تيست بلان تاع الباوربوينت والوورد والاكسل انت ان سوفي تاخذ اللين تيلاني انا اللي جي بارتاجي سي وتخدم لي بروجي نتاع شاك ابليكاسيون وتعاودهم مرتين ثلاثه اربع مرات وباذن الله تريزيرفي وتعدي تاخذ هالموس باذن الله. ميرسي بيان عايشه. ميرسي فاطمة مليح حبيت نسألك ما حبش يتحلل لي زيكزامان ما حبوش يتحلوا اللي ما فهمتش علاش
اللي بعثهم توا اي لي تاش وكل تحلوا معناتها واضحين معناتها معناتها الكوريكسيون تاعهم تحلت اما جوست لي زيكزاما واللي بروجي دوك ما حبوش تحلوا لي معناتها باش نخدم عليهم انا فهمت ما حبوش تحلوا يخدم الليان ترا شكون يثبت معانا يدخل على الشات بوكس ويحل الليان يخدم دخلت عليه ملاك من عندي من عندك يا مدام راهم يخدموا لبس عليهم انتك ميرسي مدام فاطمه تفضل معك احمد بوعوني ميرسي على الفورماسيون وسامحنا في تعبك يعيش اختي لو ممكن ترجع للبروجي 3 عندي فيه كيستيون ورمارك معناها وات ده بروجيتور الله يبارك هنا طوندو سؤال للي عدى الاكزامان في بالي 2013 تم صبينا لوجيسيال وقتها باش عدينا به ما نعرفش توا 2013 اسكو ديريكتومون على النافيغاتور لوجيسيال لا يا سي احمد ما صبيناش لوجيسيال لا مش صبينا لوفيس ما صبيناش لوفيس السيرت وقتها ثم امتي بروغرام اللي تدخل بلي كوردوني نتاعك ثم والله نسيت تدخل باش يدخلك هو اللي يحل لك الاوفيس ويبلوكي لك الاكران كامله كومبليتوم ماش تدخل حتى الفناتر الاخرى والله ما لازم نجاوبه مثال هذا اي ما تعمل اللي عنده الاجابه يتفضل مرحبا يا زميل هذيك اللوجيسيال ينستاليوه وقت كي تبدا بريزونسيال في السونتر ديكزاما انت هو اديستونس معناتها ما استحقش باش تنستالي حتى شيء انت واضح جست النافيغاتور معناها هكاو وانا صحي النافيغاتور هكاو واضح ميرسي بيا يعطيك الصح وكونيكسيون ستابل بيان سور واضح واضح ميرسي يعطيك الصح مدام فاطمه بربي لا كيستيون كات لا دنيير كيستيون فوالا فيريفي لاكسيسيبيليتي بروبليم دو داكسيسيبيليتي باهي انت من بكري دخلتي ريفيزيون كروا هكا بالضبط منو ريفيزيون في الاكسيل اي دخلتي المنيو ريفيزيون ثم فيريفي لاكسيسيبيليتي شفت الانترفاس هذاك توا انا صاب لو فيس 2016 بلوتو والبطوع هذيك في المنيو هذا مش موجوده ولكن اللي نجم نشوفوه في لي زيكزامان اللي لاحظناه في لي زيكزامان ابار لي لا كيستيون تاع الميزون باج لي كيستيون تاع الميزون فورم لي كيستيون تاع لي فورمول ثم دي زوتر كيستيون موجودين لا ريبونس تاعهم في المنيو فيشي فيريفي لاكسيسيبيليتي في المنيو فيشي اي امشي مني في شيء ديريكتومون من هنا انا الانترفاس اللي عندي على الاقل كي ندخل هنا مني في شيء نلقى لي زوبسيون تاع لاكسيسيبيليتي من هذا من بني هذا ما نعرفش وين الاختلاف عام بين اللي عندي الفيرسيون اللي عندي واللي عندك ولا لي زوبسيون هذوما افونسي موجودين برشا في بلوزير كيستيون اسمعني يا سي احمد هذه كيستيون وهيك كيستيون راهو سي با لا ميم شوز سي با لا ميم شوز خاطر هو يجي يسألك سؤالات كيما هكا راهو احنا اون با تيرميني لي 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 13 بروجي فهمت جيتلونا دي سورت دو كيسيون باش نشوفوهم وفما دي كيسيون على لي بروبريتي هذوما ولي زوبسيون هذوما دونك انا جو كرو اللي هو مش نفس الحكايه دونك فيريفي الانترفاس نتاعك انا ما نعرفش شنو المشكله علاش هو اوفيس 2016 وما عندكش معناتها الكوموند هذيا جو سي با بصراحه معناتها دخلت لها ودخلت لها بربي مدام فيريفي الاكسيسيبيليتي سي احمد سامحني الفيرسيون اللي عند مدام فاطمه راهو اوفيس 365 ممكن انت عندك 2016 معناتها راهو لي زوبسيون موجودين ممكن ما تلقاهمش في نفس البلاصه عادي معناتها عادي قلت لها مدام قلت لها من بكري تدخل لك يكتب لها اوفيس 365 انا عندي اوفيس 2016 مدام فاطمة تخدم على 365 هذاك علاش تم اختياري بالضبط ما تقول لك سي احمد هذيك راهو كي نحن نعملوا كونيكسيون للوفيس بالكونت نتاعنا التربيه الكونت بروفيسيونيل لوفيس هي تعمل ميزاجور وحدها راهو فيغ 365 صحيح
هو انا صبيت 2016 مي جي كونيكتي على على الكونتر بي ام تاعي. هذيك هي الفازه. فهمت الفازه معناتها انا باش خدمته معناتها شو اسمه هذيا لوفيس جي كونيكتي كيما قال خونا وليد كونيكتي بكونتي تربيه. فهمتني خويا؟ واضح. ميرسي بيا يعطيك الصحه. تري كلير. يعيشك. دونك فاطمه ماجستير مارك للجماعه يعطيك الصحه على السيونس هذيا. حبيت نقول لهم راه في الريزرفاسيون معناتها الايامات وين مش تحب تريزيرفي وقتاش مش تعدي راه مش بالضروره النهار اللي تحب عليه انت. مش تلقى يوم معناتها ايام معناتها مش تختار بين زوج ثلاثه ايام في الجمعه ممكن وتوقيت محدد زاد راه مش في الوقت اللي تحب عليه انت. علاش؟ الخاطر هما مربوطين بالماشين فيرتوال وجماعه سمارت فيوتشر دونك شركه سمارت فيوتشر وهما ديجا يريزرفيو من عند سيرتي بورت باش يحطوا معناتها نومبر معين نتاع دي معناتها اللي مجتازين السيرتيفيكاسيون في الوقت هذاك. وماذا بيكم معناتها سمعت زميل ولا زميل قال راه نجمش نريزيرفي وبعد نانيولي. ماذا بيك انت تختار دات انت متاكد تبدا فيها ديسبونيبل. علاش؟ على خاطر انت في الوقت هذاك وفي الدات هذيك راه ممكن الزميل واحد اخر ما يلقاش بلاصه. معناتها في الوقت هذاك السوغا ساتوري. معناتها تصوروا انتم الشركه راه تقبل بليزيور كونديدا فرد وقت راه كي توصل عدد محدد ما عادش تحطوا الدات هذيك باش نحي من الريزرفاسيون. بالله مدام مدام بي تسأل بالله طلب علاش ما تبعثناش لي سيبور على الايميل كي تكون اسهل. لي سيبور انا بعثت لكم راهو لي تيست بلون بعثته لكم بار ايميل مع الحصه. ثبت في الايميل اللي بعثته لك ايمس تو تلقى الدرايف موجود فيه لي تيست نتاع الوورد والاكسل والباوربوينت. باهي اوكي ميرسي بوكو. راني بعثته من امس يعني. ميرسي بوكو مدام. ميرسي بوكو. مدام فاطمه يعيشكم. انا نحب ناكد على حاجه بركه بالله كل واحد فيكم يشجع اصحابه واللي دايرين به انه يعديوا الموس هذية على خاطر شركه سمارت فيوتشر عندها 5000 فوتشرز راهم مش يتحرقوا نهار 30 جوان. رانا لازمنا نستغلوا هالفرصة هذية باش ناخذوا السيرتيفيكاسيون هذية وكما تشوفوا ماهيش حاجة صعيبة برشا كما يستخيلوا برشا ناس يقولوا لا صعيبة وبرشا تحضير والكل. السوفي انت تاخذ هاللي تيست هذوما هاللي بروجي هذوما تخدمهم مرة واثنين وثلاثة وتعدي وكهو وتاخذ السيرتيفيكاسيون تاعك ومبروك عليك. ويمكن زادة تدخل في البخيم تاع سمارت فيوتشر. نعاود نذكر اللي يجي الاول والثاني والثالث عندهم جوائز ماليه من عند شركه سمارت فيوتشر. دونك كيفاش السكور باش تحسب لا مويان دي 3 سكور نتاع لي 3 ابليكاسيون يعني مش تعدي حاجه برك ولا اثنين لازمك تعدي ثلاثه. دونك وبون كوراج لابليكاسيون يلزمنا نعطيهم ثلاثه فاتوما بور لو بري par obligation mais pour toi c'est pas obligatoire باش ما تعدي يعني اللي تمكنت منه اكثر. ماني قلت لك يا هاديه انت اللي لك انت عادي كيما تحب واللي تشتهي مي اللي يحب يتمتع بالجائزه الماليه هذيا وعنده طموح دونك يعدي ثلاثه. فهمتني مدام فاطمه؟ انا جوفي بارطاجي في الدوكيمون نتاع اللي بعثته لنا الكل جوفي بارطاجي ما تسالش في الجروب الكل هكاك بارطاجي الكل. دونك نعمل عليكم الجروب اللي حضروا معانا اليوم انهم يبارتاجيو للكوميونيتي نتاعهم كل شيء. مدام فاطمه تفضل. الفيسبوك اللي زيكزامان عادي يا هدي عادي بارتاجي كيف ما تحب. وي مدام اللي زيكزامان تابعين السينافوب مش الجروب نتاعكم اللي عاملين انسكريبسيون على السينافوب. ايه لي زيكزامان سيرون لي سامدي اي لي ديمونش دو 10h ايه. ا 11h و جو كوا دو 12h ا 13h. هذوما اللي تابعين السينافوب. ما عنديش فكره مع الجروب نتاعكم وقتاش خاطر بعثوا لي ميساج
de réservation. Alors, les réservations seront pour les samedis et les dimanches. Tous les samedis et les dimanches. Je t'arrive à l'éclame si Walid. Ou de préférence, nous avons les coordonnées internes, mais nous avons dit que nous l'examen. باش ما نبدوش داخلين بعضنا ومش عارفين شنو نكتبو وشنو نحطو وشنو ما نحطوش سورتو السيرتيبور النون دوتيليزاتور والمو دو باس واضح على خاطر هذوكم لي كلي اللي تنجم تدخل بهم للاكزامان لازمك تتاكد منهم باش يعديك للفاز اللي من بعدها دونك هذه نصائح قيمه عطاتها لكم زميلتكم سونيا اللي هي عديت اخذت الوورد والباوربوينت ديجا مازال لها كان الاكسل ان شاء الله بالتوفيق سونيا باش تاخذ زيد الاكسل وكيف ما قلت لكم يعني تاكدوا من معلوماتكم والكونت نتاعكم في السيرتيبورت النون يوتيليزاتور باش تجمو تعديو الاكزامان وما تدخلوش بعضكم دونك برك الله انتم معناتها ما شاء الله عليكم مدام بالله مدام هاي ميسيل لونجسترومون تو دو سويت انا نكمل من عندكم نهبط الانجستريمون هبطوا على الفيسبوك على الجروب متاع الموس تونيزيان تيتشر تو تو سويت ان شاء الله باذن الله نمشي نصلي قبل ونرجع نريق لكم الانجستريمون بلاي سامحني مدام كي جيت حل تواني على البورتابل متاعي يقول لي راه سو تيب ديفيشي ني با اكسبتي معناها يتحل على الروتر عادي ولا كان على البورتابل شنو هو الفيشي اللي حليته انت لا 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 الدوكيمون اللي بعثوه لنا ذاك الموس انا تحلي على البورتابل وتحلي على الاورديناتور لا على البورتابل يكتب لي سي تيب دي فيشي انا يعني با اكسبتي فهمت شنو البروبليم عندك في كتابك ايفون ايفون سمارت لا لا سمارت فون انا تحلي ما نعرفش ما عنديش بروبليم تو نزيد نزيد نثبت في البورتيفيكو الاورديناتور بلا بلاش الاخر يمكن ننهي ونوقفوا الانجستريمون دونك جو في اريجستري الانجستريمون